أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدئ الموسم الجديد 2018-2019 العام الدراسي. فالنهاردة أول محاضرة وخاصة بطلبة السنة الثانية، ونستأنف هذه المحاضرات اللي حضرتكم عارفين إنها لصالح الأطفال المرضى، خاصة لمستشفى أبو ريش. والنهارده بنبدأ بالخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، وهي المحاضرة الأولى في الكراش كورس بتاع السنترال نيرفس سيستم سنسي لكشر 1. والأول أحب أتشارك معاكم حاجة بسيطة، إن إحنا الكورس الأساسي وهو موجود على قناتي اليوتيوب الخاصة بالعبد الله. الكورس الأساسي للسنة الثانية بيتكون من 56 محاضرة. المحاضرة ساعتين فيما هو أقل، يعني كأن الكورس للترمين كله أقل من 112 ساعة. وعلى فكرة أنا في المحاضرة الواحدة بعيد أكثر من مرة المعلومة، يعني حتى أنت بتسمعها كأنك بتسمعها أكثر مرة. الشيء اللي هنحاول نتفاداه قليلا في الكراش كورس عشان نختصر من عدد المحاضرات. ومرة أخرى لما حد بيسألني طب هو يعني إيه الفرق بين الكراش كورس والكورس العادي، قلت أربع حاجات. الكراش كورس أكثر تركيزا، يعني عدد المحاضرات أقل، أكثر سهولة، نمرة اتنين أكثر تجديدا وتجويدا، يبقى تجديدا نمرة تلاتة وتجويدا نمرة أربعة. ده عشان تبقى فاهم ايه الفرق بين الكراش كورس وبين الكورس العادي. وزي ما قلت هتبتدي بانك تسمع المحاضرات الاساسيه وبعدين تنتقل للكراش كورس وتسمعها اكثر مره. بليف مي مش هتحتاج تذاكر وقت يذكر. فنتوكل على الله ونبتدئ اول محاضره الاولى في السنترال نيرفس سيستم اللي هو السنسري، وموضوعها السينابسيس. فأول موضوع عندنا هيبقى هو السينابسيس. لكن قبل ما نقول السينابسيس تعالى نقول مقدمة مش عاوز تهتم بيها قوي، إنما ما نقدرش نروح بادئين كده على طول. نتكلم على الأورجانيزيشن أوف ذا نيرفس سيستم. طبعا احنا عارفين إن يوجد عندنا تو ريجيلاتوري سيستمز، النيرفس سيستم وده رابيد، والاندوكراينال سيستم وده سلو. فنبتدي الاول بالاورجانيزيشن اوف ذا نيرفس سيستم اللي هو رابيد. اول حاجه هنقسمه هيستولوجيكالي، يوجد نوعان من الخلايا، في نيرونز ودي البيزك يونت بتاعت النيرفس سيستم. في الهيومن سنترال نيرفس سيستم في عندنا 10^10^11 نيرونز. ولو علمت حضرتك ان كل نيرون بيدي في المتوسط 2000 سينابسيس، يعني بيتواصل عبر 2000 سينابس. سينابس يعني مكان اتصال. فيبقى عدد السينابسيس في السنترال نيرفس سيستم هيبقى 2 في، هنا بقى في 3 اصفار هنحطهم على 11، يبقى 10^14 سينابسيس، يعني حاجة بالتريليانز عشان تبقى فاهم. انا مش عاوز الاعداد دي تعرفها خالص، ملهاش اي قيمة، محدش يسأل فيها، لما تبقى عارف ان النيرونز عددهم بالتريليانز وهم دول البيزك يونتس وستاتيك. يعني لو فقدت نيرف سيل وقلنا مثلها السكيليتال ماسل سيل لا تستطيع تعوضها، دول لا يعوضوا. وفي في فقرة المعلومات العامة يا أولاد بقول لكم إن الإنسان بيفقد في المتوسط، دي برضو معلومة ليكم أنتم محدش هيسألكم فيها، كل يوم 10,000 خلية عصبية. يا خبر أبيض، ما تخافش، إحنا قلنا إن أعدادهم، شايف الرقم 10^11 الأعداد بالتريليانز. ومع ذلك طبعا بتقدم العمر لما كل يوم تفقد 10,000 خلية، في النهاية بعدد الخلايا بيتأثر تأثر ملحوظ. فالإنسان إذا ربنا أطال في عمره بيجيله ديمنشيا، أي تدهور عقلي،
بسبب نقص عدد نيرونز لأنها ستاتيك ولا تعوض. وإيفن إذا لم يصيبك أي مرض، فأقول لك معلومة تانية زيادة، إيفنشولي الواحد لم يصاب بأي مرض غير أنه هيجيله ديمنشيا اللي هي تدهور عقلي، بيتوقف قلبه، القلب بيقف في النهاية، ليه عدد معين من المرات بيشتغل فيها. فلكل أجل كتاب، سبحان الله. طيب تاني نوع من الخلايا موجود في النيرفس سيستم اسمه الجلايل سيلز، يعني خلايا طلائية أو نيوروجليا. دول سبورتينج سيلز عددهم 10-50 تايمز عدد النيورونز، وهم 3 تايبس. هنا عاوزك تركز بقى لان ده اول سؤال ام اس كيو، الباقي كله ده مالكش دعوه بيه. اول نوع من الخلايا الطلائيه اسمه المايكروجليال سيلز، يعني خلايا طلائيه صغيره، ودي وظيفتها دي بتيجي في الام اس كيو، فاجوسيتيك سيلز، يعني ممكن الكيميكال ترانسميتر الزياده اللي مش عاوزينه بتاكله خلايا اكله. تاني نوع من الخلايا التلاتة الجلايل سيلز اسمه أوليغودندرايتس، يعني قليلة الأهداب، أوليغو يعني قليل ودندرايتس يعني أهداب، ودي برضو في الام اس كيو وظيفتها بتعمل المايلين شيث. طب نيجي للتالتة، تالت وآخر نوع من الخلايا الطلائية اسمها أستروسايتس، أسترو يعني نجمة وسايت يعني خلايا نجمية، ودي ليها وظيفتين، الأهم إنها هي المسؤولة عن البلاد برين بارير، البارير اللي بيفصل البلاد عن البرين، بيحمي البرين من الحاجات الضاره اللي موجوده في البلاد، ويمنع الحاجات المفيده في البرين انها تخرج للبلاد، زائد انها بتمنتين البوتاسيوم كونسنتريشن انسايد ذا برين. يبقى لو حضرتك بتسالني ايه الجزء اللي اعرفه، انها دول بس، ده سؤال ام اس كيو، عشان كده هقولها تاني في عجاله. المايكروجليال سيلز، فاجوسيتيك سيلز، سموها حتى سكافنجرز يعني كناس زبال، بتشيل زبالة سي ان اس، المايكروبيال سيلز اللي هي فاجوسيتيك سيلز. تاني خلية اللي هي الأوليغودندرايتس، تعمل المايلين شيث. تالت خلية اللي هي الأستروسايتس، بتدي البلاد برين بارير دي الأهم، وبتمنتين البوتاسيوم. طيب انتقل للنقطة التانية، اناتوميكال اند فانكشنال classification of central nervous system. احنا هنقسم النيرفس سيستم عموما الى central nervous system و peripheral nervous system. central nervous system ممكن نقسمه الى مستويات ثلاث. انا عايز اقول في الاول ان المستويات الثلاثه دول مش كل، يعني مش كل واحد فيهم بيشتغل في واد، لا ده هما complementary، متعاونين، متكاملين، بي complete each other. انما ابسطهم هو السباينال كورد ليفل، ده وظيفته ايه؟ ده اللي مسؤول عن الاوتوماتيك اكتيفيتيز نمره واحد، ويذرول ريفلكسز، يعني لو انا اديت لك بينفول ستيمولس تو وان ليم، الواحد بيعمل ايه؟ فليكشن اند ويذرول اوف ذيس ليم، لو شكيتك في دراعك بتسحب دراعك، شكيتك في رجلك بتسحب رجلك، دي سباينال ريفلكس، السنتر بتاعه في السباينال كورد. تخيل الووكينج موفمنتس، المشي، احنا مركزش واحنا ماشيين، ده بيدار بالكامل في السباينال كورد، وايفن السبورتنج رياكشن لما بتقف بيحصل ستيفنس في اللور ليمز عشان تثبت وتلوك الجوينتس فتبقى واقف ثابت، كل ده في السباينال كورد. واقول لك معلومات الطريفه، لو شلت البريم بتاع فرخه، يعني اللي باقي بيها السباينال كورد، الفرخه ممكن تجري بدون هيدا النك خالص، الووكينج والسبورتنج رياكشن دول في السباينال كورد. البلادر والريكتال ايفاكيويشن، ان لما تمتلئ المثانه البوليه البيبي بتكلم على البيبي هنا، بيفضيها لوحده من غير ما يفكر، يمتلئ المستقيم يفضيه، ده كله سباينال ريفلكسز. طيب تقل لليفل اعلى شويه اللي هو اللور برين، اللي هو مين بقى؟ السبكورتيكال ليفل، كل حاجه ما عدا السيريبرال كورتكس، لان السيربا كورتكس دي ارقى حاجه، دي الهاير برين ليفل، دي خاص الله بها الثدييات دون سائر الكائنات. اللور برين ليفل ده بيعمل ايه؟ مسؤول عن السب كونشس اكتيفيتيز، الحاجات اللي بتحصل وما بنفكرش فيها، زي حضرتك مثلا بتتنفس وانت لا تفكر، فهو هيجي نمره 2، الكنترول بتاع الكارديو فاسكولار سيستم والريسبيراتوري سيستم والكنترول بتاع الجاسترو انسان تراك، كل ده السنترز بتاعتها موجوده في البرين ستام،
خدناها. المضلة كان فيها الكاردوفاسكولار سنتر وفيها هي والبونز ريسبيراتوري سنتر والجي اي تي الكنترول بتاع الجهاز الهضمي كله في اللور برين ليفل، هو كل حاجه معانا الكورتكس اللي هو البرين ستيم والثالاموس والهايبوثالاموس والليمبك كور والليمبك سيستم والكلام ده كله، ده يسموه لور برين ليفل. اي حاجه معانا الكورتكس مسؤوله عن البوشر اند اكوليبريم، ان كل حاجه بتعملها بتاخد وضع معين ليها وبتحافظ على اتزانك وانت بتجري وانت بتنط، كل ده في اللور برين ليفل. الايموشنال رياكشنز الانفعالات انك انت اللي بتبدو فيك دي في برضه في اللور برين ليفل، وحاله الاستيقاظ الويكفولنس مسؤول عنها الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم في اللور برين ليفل. نيجي الاعلى ما نمتلك بقى هو الهاير برين او كورتيكال ليفل. انت لاحظ ان انا ماشي بسرعه ليه؟ لان ده مش مهم يا اولاد، بس احنا بنقول عشان نكمل الصوره، لان هندرس كل ده تفصيليا في كل واحده في محاضره. ان الكورتكس مسؤول عن الفاين موتور اكشنز والفاين سنسيشنز، يعني الاحساسات الدقيقه، انك تعرف مكان الاحساس بالظبط وشده الاحساس بالظبط، ده في السيربال كورتكس. الفاين موفمنتس انك انت تكتب وتعمل حركات دقيقه، تلعب على الكيبورد بتاع الكمبيوتر بتاعك، تلعب على اله موسيقيه، حاجات فاين موفمنتس، كل ده في السيربال كورتكس. واعلى حاجه بقى الثينكينج، ان تفكر، ميموري تتذكر، ليرنينج تتعلم، تتكلم، السبيتش، كل ده موجود في الكورتكس اللي هو الهاير برين ليفل. لدرجه حتى في بعض الكتب يقولوا على الكورتكس ان دي الميموري هاوس اوف ذا برين، كل الذاكره كل خبرات الحياه تختزنها في السيربال كورتكس الذي مل التفكير الثينكينج والتعلم والكلام، كل ده في الكورتكس اللي هي قلنا خاص الله بها الثدييات دون سائر الكائنات. مفيش اسئله اهي، هتسمعها بس كده بتتسلى. نيجي البريفرال نيرفس سيستم، بينقسم الى قسمين. بريفرال اللي هي الاعصاب، الاعصاب فيها نوعين من الفايبرز، افرنس حسيه سنسوري وايفرنس موتور. كنا خدنا ان الموتور دول نوعان، يا سوماتيك فايبرز سوماتيك ايفرنس يا اما اوتونوميك ايفرنس. حتى اقولها لك في عجاله كنا قلناها في سنه اولى، فاكر السوماتيك كان رقم السعد بتاعه هو واحد، فكنا بنقول 1 ايفرن نيرون سيستم، يعني لحد ما توصل سكيتال ماسل هو 1 ايفرن 1 نيرون 1 تايب، احسن نوع ايه الفا فايبرز، يطلع 1 كيميكال ترانسميتر استايل كولين ويشغل حاجه واحده اللي هي السكيتال ماسل. يبقى رقم السعد في السوماتيك هو رقم واحد، بدل ما اللي فاكر في سنه اولى كنا قلنا الاوتونوميك رقم السعد بتاعه 2. 2 ايفرن نيرون سيستم كون من 2 ايفرنز، بري جانجليونيك جروب بي وبوست جانجليونيك نيرون جروب سي، يبقى اذا هو 2 ايفرن 2 تايبس سمباثيتك وبارا سمباثيتك. وبعدين يطلع 2 كيميكال ترانسميترز، فاكرهم اسيتايل كولين ومانغلاتش مانغلاتش ونور نور ادرينالين، عمره ما طلع ادرينالين، ويغذي حاجتين يا جلانز يا ماسلز، كل ينقسم الى اثنين، الجلانز يا اكسوكراينال يا اندوكراينال، والماسلز يا اما كاردياك ماسل يا سموث ماسل. ثالث نقطه في المقدمه، ان ممكن نقسم النيرفس سيستم بطريقه تانية الى سنسوري ديفيجن وموتور ديفيجن. دي فيها سؤال ام اس كيو، لاحظ معايا بقى. السباينال كورد والسريبرال كورتكس والريتيكولار فورميشن والبرين ستيم دول بيشتغلوا سنسوري وموتور، يعني السباينال كورد فيه خلايا حسيه وخلايا حركيه، وكذا السريبرال كورتكس في سنسوري كورتكس في موتور كورتكس، وكذا الريتيكولار فورميشن والبرين ستيم. بينما فين السؤال بقى؟ مين الحته اللي هي اكسكلوسيفلي موتور حركيه فقط؟ البيزال جانجليا، دي اكسكلوسيفلي موتور، ودي سؤال ام اس كيو. يعني لما يجي لك، لما نيجي لمحاضره البيزال جانجليا الفانكشنز كلها موتور، لو كتبت فانكشن سنسوري ضمنها هتاخد صفر. طيب انا بقولها بطريقه جميله عشان تفتكرها، بقول اللور انيمالز اللي هم الطيور والاسماك ما عندهاش كورتكس،
طب دي بتتحرك ازاي؟ بقول جملة لا تنسى: الطيور تطير والأسماك تعوم بالبيزل جانجليا. يعني البيزل جانجليا دي حركية في المطلق، ملهاش علاقة غير بالحركة. طب واحد يقول لي طب عندنا بتعمل ايه؟ اقول لك بتعمل ايه؟ بتعمل الجروس موفمنتس، الحركات الغير دقيقة. الفاين موفمنتس لسه قايلين اهي وعشان اقول لك عليها بالليزر، موجودة في الكورتكس، لكن الحركات الغير دقيقة موجودة في البيزا جانجليا. واحد يقول لي اديني مثال. يعني حضرتك بتكتب تثبيت دراعك في هذا الوضع، ده جروس موفمنتس، ده بيزا جانجليا، انما حركة الصوابع اللي بتكتب ده بالموتو كورتكس. طيب الثلاثس للأوائل دي مش هقول اكسكلوسيف، مش في المطلق سنسوري، او معظمها سنسوري. لولا ان فيها تونيو كلاي موتور كنت قلت ان الثلاثس دي اساسا حسية، لكن هقولها بطريقة لطيفة. الطيور والاسماك تحس بالثلاثس، وتطير الطيور وتعوم الاسماك بالبيزل جانجليا. اوعى تنسى ده. واحد يقول لي طيب انت بقالك بتتكلم حوالي 7-8 دقايق، قول لنا الصفحه دي انت عاوز منها ايه؟ اقول لك عاوز منها يوجد سؤالان فقط. السؤال الاول اللي هو الجلايل سيلز وظائفها ايه؟ هقولها في عجاله تاني. المايكروبيال سيلز، الخلايا الطلائيه الصغيره، دي سكافنجرز، فاجوسيتك سيلز. الاوليجودندرايتس، الخلايا قليله الاهداب، دي اللي بتعمل المايلين شيث. الاستروسايتس، الخلايا النجميه، دي هي البلاد برين بارير، وبتمنتين بوتاسيوم ليفل في البرين. وكل دول مش نيرونز، دول جلايل سيلز، خلايا طلائيه سبورتنج سيلز، عددهم 10 تو 50 تايمز عدد نيرونز. طب يقول لي فين السؤال الثاني اللي انت عاوزه مننا؟ عاوزك تعرف ان كل حته في السنترال نيرف سيستم بتشتغل كسنسوري وموتور ما عدا حتتين، البيزل جانجليا اكسكلوسيفلي موتور، والثلمس اولموست سنسوري. وقلنا الجمله اللي مش هتنساها: الطيور والاسماك ما عندهاش كورتكس، الطيور تطير والاسماك تعوم بالبيزل جانجليا. طب وبتحس بالثلمس. طب احنا عندنا بيعملوا ايه؟ الكورتكس بيعمل الفاين موفمنتس، والبيزل جانجليا الجروس موفمنتس. الكورتكس مسؤول عن الفاين سنسيشن، الاحساسات الدقيقه، يعرف مكان الاحساس بالظبط وشدته بالظبط، بينما الثلمس مسؤول عن الاحساسات الكروت سنسيشنز، الغير دقيقه. كانت دي اللوحه الاولى، مقدمه للنيرفس سيستم. ننتقل للمحاضره النهارده، موضوعها يا اولاد السينابسز. ده بدايه المحاضره اللي هي السينابس. وقلنا في اللاتين كلمة سين معناها جوين، يعني اتصال، مكان اتصال. وما عشقت مثل عشقي للنظام. في حاجة اسمها المنتال سيت يا أولاد، تهيؤ الذهني. أنا هتكلم على السينابسز في 8 نقاط. الأربعة الأولانيين واللي بتضمهم اللوحة الأولانية هما الأقل أهمية. الأربعة التانيين اللي هتاخدهم بقية لوحات هم الأكثر أهمية. وفهمتكم إيه أهمية التهيئ الذهني؟ إنك أنت تبقى فاهم عدد إحنا فين، محاضرة خلصنا منها إيه، فاضل كام نقطة. لقوا إن ده أهم في التذكر، هبقى أشرحه لكم بالديتيلز بإذن الله في السيكولوجي. أنا في الكراش كورس بمشي أسرع قليلا على أساس إن حضرتك تقدر تعيد الحتة اللي زفتت منك لو كنت سرحت في أثنائها. اسرع قليلا، مش كتير، قليلا. نبعدين مش هنعيد، انت حضرتك تعيد الفيديو، لانه عاوز الم السنترال نيرفس سيستم سنسيو موتور مش في 15 محاضره زي الكورس الاساسي، عاوز المها في عدد اقل. تدي بيل سينابسس، تعريف السينابس. السينابس مكان اتصال، سايت اوف جانكشن، ما بين تو نيرونز. اللي قبل النيرون هنسميها بري سينابتك، اللي قبل السينابس هنسميها بري سينابتك نيرون، واللي بعد السينابس هنسميها البوست سينابتك نيرون. في نقطة مهمة هنا يا أولاد، إن تمالدي البري سينابتك نيرون بيساهم بالأكسون.
اللي ممكن يجي في التقاء مع الدندرايت نمرة واحد أو السومة نمرة اثنين أو الأكسون نمرة ثلاثة بتاع البوست سينابتيك. إذا للطالب الممتاز لما يقولوا له ايه الديفينيشن اوف ذا سينابس هيقول هو السايت اوف جانكشن بتوين تو نيرونز، بس يحدد الاكسون تيرمينال. الاكسون تيرمينال دائما ابدا اوف ذا بري سينابتيك، اما في البوست سينابتيك مكان اتصال دندرايت سوما اور انيشال بارت اوف اكسون اوف ذا بوست سينابتيك، يبقى هو مكان التقاء ما بين تو نيرونز. البريسينابتيك اللي تملي بيساهم بالاكسون تيرمينال، والبوست سينابتيك اللي ممكن يساهم بحاجه من ثلاثه، يا الدندرايت يا السوما جسم الخليه يا اما الانيشال بارت اوف اكسون. دي كانت النقطه الاولى من نقاط الثمانيه. نيجي الترانسميشن، ازاي بتنتقل الاشاره العصبيه داخل السنترال نيرفس سيستم. عندي انواع الترانسميشن كالاتي يا اولاد. في الكتريك ترانسميشن، ده كلام بتاع الاوائل، وفي كيميكال ترانسميشن، ووجدوا اكستريملي رير النهارده في سينابسس فيها الاثنين، ده كلام للاوائل بس والزملاء الاصغر سنا، اسمه كونجوينت سينابس. يعني لما يقول لك التايبس اوف ترانسميشن في الجسم ازاي، اقولها بقى بطريقتي، كيميكال ثم كيميكال ثم كيميكال، ده الاهم، ده المور كومون، اللي هو بيستخدم كيميكال ترانسميتر ده المور كومون. ريرلي في الكتريك، اكستريملي رير فيها الاثنين اللي هي كونجوينت. طيب تعالى ناخد ايه الفرق بين الكيميكال والالكتريك. الكيميكال نبتدي بالالكتريك، هو الجاب جانكشن، خدناها في الكاردياك ماسل، خدناها في السموث ماسل، اللي هو بيبقى فيه كونكسون بروتين سداسي هكساجونال بينتقل من خلاله الاكشن بوتنشال من 1 كاردياك سيل الى الكاردياك سيل التي تليها. يبقى الالكتريك هو ده الجاب جانكشن، موجود بس نادرا رير في النيورونز. طيب بينما النوع الاشهر اللي هو الكيميكال ترانسميشن، اللي هو بيستخدم كيميكال ترانسميتر فنسميه كيميكال، ايه الفرق بينهم؟ هقول الفروق اللي عارفها معظم الناس، واقول الفرق الاساسي بتاع الاوائل واللي بقوله للزملاء الاصغر سنا، وبقولها بس ما تفهمنيش غلط، حاول تفهم مع العبد الله السنترال نيرفس سيستم، يعني حاول تفهموا معايا لانها الموضوع عاوز فهم عميق يا اولاد. فالالكتريك قلنا رير، الكيميكال ترانسميشن ده كومون، ادي اول فرق. طبعا انتقال الكهرباء عبر الالكتريك الجاب جانكشن بتاخد وقت قليل، بتبقى فاست، انما هنا بتاخد لونج تايم، لونج ليتنسي. ليه؟ لانك الكيميكال الكهرباء في البري هتتحول لماده كيميائيه، وبعدين الماده الكيميائيه تدي كهرباء في البوست، يبقى لونج ليتنسي، ده تاني فرق. في الجاب جانكشن اللي هو الالكتريك بتبقى غير انها فاست، بوث دايركشنز، يعني ممكن تمشي باي دايركشنال، انما في الكيميكال لازم من البري للبوست، يبقى يوني دايركشن. دي ثالث فرق. رابع فرق هو في مفهوم العبد الله هو الاهم، وبقوله مش بس ليكوا الاوائل، للزملاء الاصغر سنا، هو ليه ربنا خلى معظم الترانسميشن في النيورونز كيميكال ترانسميشن؟ هقول لك، لان في الجاب جانكشن، افتح ودانك، بيبقى يو كان نوت موديفاي الكهرباء، يعني الاكشن بوتنشال هينتقل من الخليه دي للخليه اللي بعدها بنفس القوه، ما تقدرش لا تقويه ولا تضعفه ولا تعمل فيه اي حاجه. هياخد وقت قليل، شورت بوث دايركشنز، حلوه، بس ما تقدرش تلعب فيه خالص. بينما الكيميكال ترانسميشن يو كان موديفاي، ودي حاجه من رائع الخلق والخالق، يو كان موديفاي السيجنال، ممكن تفاسيليتيت السيجنال، تقوي السيجنال، توقف السيجنال اللي انت نفسك فيه تعمله، وهو يناسب السنترال نيرفس سيستم. بينما مثلا الجاب جانكشن هوريك
يعني ألطف للهارت وللسموث ماسل، هما اللي فيهم جاب جانكشن. ليه؟ لأن أنت عاوز، أديك الأمثلة، عاوز أن الكهرباء تنتقل من وان كاردياك ماسل سيل إلى الثانية إلى الثالثة بسرعة جدا. طب الجاب جانكشن سريع، مش عاوز تلعب في قوة الكهرباء، بينتقل بنفس القوة عشان كل الخلايا تنقبض في آن واحد لأنها بسرعة وبقوة واحدة، وده مطلوب. Both directions، حتى واحد يقول لي both directions دي ليها فايدة، اشتغلت من الاس انود الكهرباء هتنزل ناحية الاتريا، انما افرض باظ الاس انود اشتغلت من الاي في نود الكهرباء تسري في الاتريا ماسل فايبر في الاتجاه العكسي من الاي في نود الى الاس انود. يبقى شوف الروعة، وراء الخلق خالق. يبقى لكل ما يعني شيء فربنا عمل الكتريك اللي هو رير في النيرونز في مكانه الصح زي ما شفناه في الكاردياك ماسل سموث ماسل. هو رير ولكنه في مزايا تماثل وتناسب الكاردياك ماسل سموث ماسل، انه فاست بتنتقل بنفس القوه ما تقدرش موديفاي، وبعدين بوث دايركشنز، بينما الكيميكال هو المور كومن بياخد وقت وان دايركشن يوني دايركشن، وفي نفس الوقت قلنا كومن هو ده الكومن كنترولابل يو كان موديفاي، ممكن تو موديفاي ترانسميشن. ادي اول حاجه، انا متاكد ان عدد كثير من الزملاء الاصغر سنا، خلينا نقولها بتعذب، مش عارفين هو ليه ربنا عمل كيميكال والكتريكال. اظن دلوقتي حضراتكم عرفتوها، الالكتريكال يو كان نوت موديفاي، ما تقدرش تلعب فيه، مطلوب في الهارت والسموث ماس مش عاوز العب في حاجه، انما في النيرفس سيستم لا، لازم اقدر اتحكم في السيجنال. ادي ميزه الكيميكال. وقلت ما لا يعلمه الزملاء الاصغر سنا والاوائل دلوقتي يعرفوه، ان في اكستريم ديلي في الجسم، في كونجاين يعني في سينابس بوس الكتريكال وكيميكال. يبقى الاوائل يقولوا ان نوع الترانسميشن كيميكال ثم كيميكال ثم كيميكال ثم الكتريك ثم كونجاين. نيجي النقطه الثالثه، تايبس اوف سينابس. احنا قلنا يا اولاد ان تملي البري سينابتك نيرون بيساهم بالاكسون تيرمينالز مع، عد معايا، الدندرايت بتاع البوست سينابتك او السوما نمره 2 او الانيشال بارت اوف اكسون نمره 3، وعليه يبقى عندي كم نوع من السينابس؟ 3. there are three types of synapses: axodendritic، axon مع dendrite، axosomatic، axon مع سوما، or axoaxonic، axon مع الانيشال بارت اوف اكسون. طيب هنا بقى في اسئله ام اس كيو مهمه جدا، مين اكتر نوع؟ طالب قال لي اكتر حاجه في الخليه انا شايفها هي الدندرايتس، يبقى انا اتوقع ان الاكزودندريتك ده هو اكثر انواع السينابسز عددا لطالب يفكر. فعلا اجابه صحيحه، في السباينال كورد 80% من السينابسز اكزودندريتك، وفي الكورتكس اللي هو الاكثر تعقيدا 98% في الكورتكس سواء بتاع السريبرال او السريبيلم المخ او المخيخ من الاكزودندريتك، يبقى هي الاكثر عددا. ولكن في عيب انا اعرفه دلوقتي حالا، انها the least excitable. ليه بقى؟ تعالى فاهمها لك. اكثر السينابسز المور اكسايتابل موست اكسايتابل سينابس هو الاكزو اكزونيك. ليه؟ لان الاكزو اكزونيك ده بينتهي عند الانيشال بارت اوف اكسون، في حته كده بارزه اسمها اكسون هيلوك، هيلوك يعني بروز، جنبيها في الحته اللي حوالين الاكسون هيلوك، كانوا زمان فاكرين في الاكسون هيلوك نفسه، دلوقتي اكتشفنا اللي حواليها دي اكتر حته اثاره في النيورونز، عندها اللويست ثريشولد اوف النيورون. طب ليه؟ فسرها لي. لان الوصول للفايرنج ليفل والديبولاريزيشن اسهل. ليه؟ الديبولاريزيشن مرتبط بدخول الصوديوم، الحته دي فيها مور فولتج جيتد صوديوم شانلز اكتر من اي حته تاني في النيورون. عاوز تعرف بالظبط كم مره؟ الرقم اللي كرمه الخالق 7 تايمز عدد الفولتج جيتد صوديوم شانلز حوالين الاكسون هيلوك 7 مرات at the rest of the neuron، وعليه عنده اللويست ثريشولد وبالتالي هو الموست اكسايتبل. ده سؤال مشكله مهم جدا، وعليه دلوقتي فهمت طب ليه الاكزودندريتك هي الليست اكسايتبل، انها ابعد واحده عن الحته الاكثر اثاره،
يعني الكهرباء لازم تسري كل ده عشان توصل للحتة اللي فيها إثارة. يبقى فين السؤال هنا بقى الام اس كيو؟ ان الاكزودندريتك لطالب ذكي هو الموست كومن، لان الدندرايتس هي اكتر حاجه في النيورونز، ولكن لبعده عن الاكسون هيلوك فهو ليست اكسايتابل. بينما مين اكتر نوع اكسايتابل؟ هو الاكزو اكزونيك. ليه؟ لانه بينتهي عند الانيشال بارت اوف ذا اكسون حوالين الاكزون هيلوك. الحته الادجيسنت الاكسون هيلوك هي دي الموست اكسايتابل بارت اوف ذا نيورون، عندها اللويست ريشول، عندها الفولتج جيتد سودم شانل 7 تايمز بقى اي حته تاني، لدرجه ان احنا بنقول غالبا الاكشن بوتنشال بيطلع منين؟ سايتو جينريشن او اكشن بوتنشال. لو قلت من الاكسون هيلوك مقبوله صح، انما الاصح اهي يا اولاد الكلام الاجدد. ما احنا قلنا المحاضرات دي اكثر تجويدا وتجديدا ادجيسنت تو اكسون هيلوك، مش عند الاكسون هيلوك الحته البارزه، ادجيسنت لي. وبعد كده على فكره الاكشن بوتنشال هيمشي along the axon، ده الاتجاه الطبيعي، لكن هيمشي ريتروجريد على السوما والدندرايتس، يعني بالعكس. طب واحد يقول لي هو ليه ربنا ماشي الاكشن بوتنشال الاتجاه الطبيعي؟ فاهمين هينقل السيجنال، طب ليه بيمشي في عكس الاتجاه؟ حتى دي عاوز افهمها لك. قلت لك لو ما فهمتش سي ان اس مع العبد الله عمرك ما انت فاهمه. عشان توايب الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا نيرون، وايب في اللغه دي لغه عاميه هنا يعني تمسح، وايبر اللي هو المساحه بتاعت العربيه، تمسح اي كهرباء عن النيرون عشان تخليه مستعد لتلقي سيجنال جديد. يبقى سبحان الله وراء الخلق خالق. الطبيعي ان الاكشن بوتنشال ابتدى من الادجيسن بارت اوف ذا اكسون هيلوك يمشي الونج ذا اكسون، ده اتجاه طبيعي حلو، هو ده اللي انا عاوزه، عاوز انقل السيجنال بقى للنيرون اللي بعدها. طب ليه بيرجع الاكشن بوتنشال ريتروجريد برضه؟ عشان خاطر يمسح اي الكتريكال اكتيفيتي في الخليه العصبيه عشان تبقى مستعده لتلقي كهرباء اخرى. طيب يبقى عملنا ثلاث نقاط من الثمانيه في السينابس يا اولاد، الديفينيشن، الترانسميشن ثلاث انواع الكتريك وكيميكال وكونجوينت، وانواع السينابسس ثلاثه، اكزو دندريتك، اكزو اكزونيك اند اكزو سوماتيك. الموست اكسايتابل اكزو اكزونيك اكثرهم عددا، والليست اكسايتابل هو الاكزو دندريتك. نيجي طيب الفانكشنز اوف سينابس. قلنا الفانكشن اوف سينابس از نوت سمبل ترانسميشن. سمبل ترانسميشن ده في الالكتريك، انتوا فاهمين ليه؟ مفيش اي موديفيكيشن. الامبلس بيتنقل بنفس القوه، هو المطلوب في الكاردك ماسل سموث ماسل وبوث دايركشنز وفاست رير. انما في الكيميكال ترانسميشن اتس ا كومبلكس ترانسميشن، ده يوني دايركشن اتجاه واحد، لونج يعني لونج ليتنسي، بياخد وقت عشان يتنقل، وبعدين موديفايبل، هو ده الاهم، عشان كده ده هو الموست كومن. اهو بص اهي في جمله وظائف السينابس في جمله واحده، ان السينابسز allow grading and adjustment، نقدر نلعب في قوه السيجنال ونقدر نادجست السيجنال. يمكن نقولها بتفصيل اكتر شويه، سبع وظائف مش عاوزك تحفظه، ده للمعلومات العامة. ممكن الترانسميشن أعمل فيه ثلاث حاجات، أعمله فاسيليتيشن تسهيل، أو أقويه أمبليفيكيشن، أو أبطله خالص بلوكينج. يبقى ثلاثة بلعب في السيجنال، يا فاسيليتيتد يا أمبليفاي أقوي يا بلوك. أنا بقول لك برضه طلعت حفظ. وثلاثة بلعب في الإنفورميشن، ما هو السيجنال دي عبارة عن معلومات. ديستريبيوشن اوزع المعلومات الانفورميشن، انتجريشن فهم المعلومات اوف انفورميشن، او ستورج اوف انفورميشن في صوره ميموري. يبقى ثلاثه العب في السيجنال وثلاثه العب في المعلومه، يبقى دي سته. او ممكن، ودي بقى اللي هنشرحها في اخر المحاضره دي، اعمل ايه؟ تبقى تشينج للسيجنال تماما اون ريبيت ستيميليشن، حاجه هناخدها اسمها سينابتيك بلاستيستي، يعني فاهمها واحد موضوعي مهمه جدا. يبقى خلصنا مفروض اربع نقط من الثمانيه في السينابس يا اولاد، بس اللي هم الاربعه السهلين، الديفينيشن والترانسميشن والتايبس اوف سينابسز ووظيفه السينابسز. انتوا بقى اللي فاهمينها صح، انها ما هي سمبل ترانسميشن، هي كومبلكس ترانسميشن. وي موديفاي السيجنال، وي موديفاي الانفورميشن،
في كلمة grading and adjustment. وميديفاي سيجنال نقوي amplification, نبلوك ات, نفاسيليتيت, والانفورميشن نوزعها, نفهمها, نخزنها. زائد قلنا changing of repeated stimulation. فقل بقى الأربعة الأكثر أهمية يا أولاد. كل واحدة من اللي جايين دول بإذن الله سؤال تحريري, وهساعدك فيهم واحد واحد. أربع أسئلة تحريري هنا يا أولاد. أقلهم اللي هو functional anatomy. ليه؟ لأنه anatomy هو functional of physiology بس anatomy. لو جالك ساعات بيجي السؤال, على فكرة ما يجيش لوحده, بيجي synaptic transmission and functional anatomy, يعني لازم يجي جزء من سؤال في النظري. أنا عارف الناس اللي بيسمعوني هنا في كندا وفي United States of America ما عندهمش غير MSQ, هجيلكم نفس المعلومات بس MSQ. أنا متصور لازم أكتب ثلاث معلومات, بأن السينابس هي عبارة عن أهو pre-synaptic neuron وpost-synaptic neuron وما بينهم في كليفت. نهاية pre-synaptic axon terminal بيسموها الآتي, أسماء كتير قوي بقولها لك كله عشان MSQ, يسموها synaptic knobs. knob يعني انتفاخ, حاجة منفوخة كده زي الكرة, دي معنى كلمة knob. أو buttons, buttons يعني حبات شكلها زي الحبة, عارف الحبوب. أو يسموها terminal buttons. كل ده بنفس المعنى في MSQ, synaptic knobs, synaptic buttons, terminal knobs أو buttons, هي هي. وبعدين في كليفت نمرة 2, وفي البوست سينابتيك نيرون نمرة 3. الحتة بقى اللي بتتعامل مع السينابس بيحصل فيها ثيكنينج, هنا بتبقى تخينة. شوف انا رسمها لك تخينة اهو, رسومات حصاد السنين, نسميها بوست سينابتيك دنسيتي, دنس حاجة مكثفة. واقول لك في الاخر طيب تحفظ جميلة خالص. البري سينابتيك نيرون اللي هو السينابتيك نوبز او بوتومز فيها ثلاث حاجات, عد معايا. يبقى البري فيها ثلاثة, فيها ميتوكوندريا. ليه؟ ايه وظيفة الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا دي بتاعت الاي تي بي, بتدي طاقة. الطاقة دي ده سؤال شافه بقى, محتاجينه في ثلاث حاجات. الطاقة دي محتاجينها في ثلاث حاجات. واحد الفورميشن اوف ذا كيميكال ترانسميتر, تكوين الكيميكال ترانسميتر. اتنين الريليس اوف كيميكال ترانسميتر لانه بيطلع بالاكسيتوزيس اللي هو اكتف بروسيس. ثلاثة ممكن بعد ما نشغل الترانسميتر نعمله ريسايكلينج, ناخده تاني. بناخده ازاي؟ بالاكتف اكتف ري ابتيك. يبقى اما يسالك ليه في ميتوكوندريا في البري سينابتيك نوبز او بوتونز, هتقول له لثلاث اسباب: فورميشن, ريليس, اكتف ري ابتيك اوف كيميكال ترانسميترز. طيب تاني حاجه موجوده في السينابتيك نوبز, 3 types of vesicles, 3 انواع من vesicles: small clear vesicle, small dense او granular vesicles, و large dense او granular vesicles. يبقى واحدة clear اللي هي small clear, واثنين granular او dense, small granular و large granular. تاني حاجة. تالت حاجة ان في نوعين من البروتين, بروتين ماسك في الفيسيكل اسمه في سنير, سنير يعني مصيدة, وفي عشان ماسك في الفيسيكل, في للفيسيكل, وتي تي يعني تارجت سنير, تارجت لان احنا الفيسيكل لازم يروح للاكتيف زون هنا. لما التي والفي سنير يتحدوا مع بعض يفرقع الفيسيكل. يبقى البريز او السينابتيك نوبس فيها ثلاث حاجات: ميتوكوندريا بثلاثه وظائف, فيسيكلز ثلاث انواع, ونوعان من السنيرز اللي هو بروتين يعني مصيده, في فيسيكل موجود في الفيسيكل, وتي في التارجت لما يوصل له هيفرقع الفيسيكل. طب نيجي لل بوست سينابتيك نيرون, ايه اللي يهمنا فيه؟ يهمنا فيه البوست سينابتيك دنسيتي. طيب في حاجتين, ده في ريسبتورز. الريسبتورز دي نوعان, يا ايونوتروبيك يا اما ميتابوتروبيك. وبرضو لو ما فهمتهاش معايا هيبقى الموضوع صعب, عشان ساعات ببص عليها في بعض المصادر عندنا بلاقي الكلام مش واضح. ليه ربنا عمل
نوعين من الريسبتورز. الايونوتروبيك ده ريسبتور لينكد للشانل، يعني البروتين اهو بيشتغل كريسبتور يمسك الكيميكال ترانسميتر اللي بنسميها لايجاند، وفي نفس الوقت في تشانل فيسموه ريسبتور لينكد متصل بالتشانل، او بالانجلش يقولوا بالعكس تشانل لينكد ريسبتورز. خلاص، فبالتالي اول ما يمسك الليجاند في الريسبتور تفتح التشانل يبقى الترانسميشن رابيد. يبقى لما نعوز رابيد ترانسميشن هنستخدم الايونوتروبيك ريسبتور. ليه؟ لان التشانل اللي هيعدي منها الاين وتعمل الترانسميشن هي الريسبتور 1 بروتين، فيسموها تشانل لينكد ريسبتور. تاني نوع ريسبتور اسمه ميتابوتروبيك ريسبتور، وده كما يوحي الاسم عمليه فيها ميتابوليزم سلو ترانسميشن. وهقول لك بالظبط اللي سمع المحاضره الاولانيه في الاندوكراين في الكراش كورس. هنا بقى الريسبتور اهو ملوش علاقه بالشانل، ده حاجه، ده ديفرنت بروتينز اهو. الريسبتور ماسك في جي بروتين، عد معايا. فلما الكيميكال ترانسميتر اللي هنسميه اللايجاند يمسك في الريسبتور هيأكتيفيت نمرة 2 الجي بروتين، فيتكون نمرة 3 سكند ماسنجر ينشط بروتين كاينيز انزيم نمرة 4. من اسمه كاينيز يعني بيحرك فوسفيت جروب، يعمل فوسفوريليشن للشانل يا يفتحها يا يقفلها. ياه، يعني مش اول ما مسك الليجند في الريسبتور فتحت التشانل، ده الريسبتور حاجه والتشانل حاجه تانية. ده حصل اربع خطوات، لما مسك الكيميكال ترانسميتر في الريسبتور اتنشط جي بروتين، عد معايا نمره واحد، اتكون سكند ميسنجر نمره اتنين، نشط البروتين كينيز انزيم نمره تلاته، عمل فوسفوريليشن للتشانل اللي هي مختلفه هنا، فدخل الاين. يبقى عشان كده هي سلو. ويسموها بقى ايه بقى هذا النوع من الريسبتور؟ الاسم الثاني يسموه ريسبتور لينكد لجي بروتين. هتفهموه اكتر لما نراجع الاسبوع القادم باذن الله المحاضره الاولى في الاندوكراين. بستغرب ان الناس تقعد تكلم الطلبه ان يوجد نوعان من الريسبتورز. طب ليه؟ كل حاجه فاهمها لك هنا ليه؟ مفيش عندنا من غير ليه؟ واحد رابت وواحد سلو. لو الريسبتور والشانل حاجه واحده وان بروتين اهو، حتى يسموه شانل لينكد ريسبتور، ريسبتور لينكد متصل بالشانل. اول ما يمسك اللايجاند الكيميكال ترانسميتر في الريسبتور فتح الشانل يبقى رابيد. لكن لو الريسبتور لينكد لجي بروتين لا، دي قصه ثانيه. يجي بروتين وبعدين سكند ميسنجر وبعدين بروتين كينيز وبعدين فوسفوريليشن للشانل مختلفه اهي، فيدخل اي ان هم تو ديفرنت بروتينز. ادي ليه في نوعين من الريسبتور. طب في حاجه تاني مهمه قوي موجوده في البوست سينابتيك نيرون، في الانزيمز اللي بتعمل ان اكتيفيشن للكيميكال ترانسميتر. يبقى في حاجتين، في ريسبتور وفي انزيم. يبقى الكليفت بقى عشان ناخد الفول مارك، كليفت ده بيفصل البري عن البوست، وهو من 20 دي ملوش قيمه الرقم، ل 40 نانومتر ممكن يجيبها لك بالانجستروم هتزيد صفر، تبقى 200 ل 400 انجسترومز. خلاص، طبعا انت فاهم يعني نانومتر، يعني واحد يعني على تحط واحد جنبيها تسعة اصفار، نانو عن تسعة، حاجه قليله جدا. ايه السؤال اللي هنا ممكن يجي يقول لك نوع الفلويد اللي موجود هنا في السينابتيك كليفت؟ دي مش عاوزه سؤال يا ولاد. الكليفت ما بين خليتين البري والبوست، يبقى 100% ما بين الخلايا يبقى في اكسترا سيلولار فلويد. طب واحد يقول لي انت عندك طرق لطيفه في التحفيز، ممكن لما يجي لنا الاناتومي ده تقول لنا طريقه نفتكرها بطريقه حلوه؟ اه طبعا عندي طريقه حلوه. لما نتكلم على ثلاث حاجات، السينابتيك نوب والبوست سينابتيك دنسيتي نمره 2 وما بينهم الكليفت نمره 3، واحده فيها حاجه واحده وواحده فيها 2 وواحده فيها 3. حلوه. طيب يبقى الكليفت فيه حاجه واحده اكسترا فلويد، ادي حاجه واحده. طب البوست سينابتيك دنسيتي فيها حاجتين، فيها ريسبتورز وانزيمز، اثنين هم ريسبتورز والانزيم اللي بتعمل الاكتيفيشن، والريسبتور بتنقسم الى ايونوتروبيك وميتابوتروبيك ريسبتورز. دي رابيد لانه الريسبتور والشانل نفس البروتين، ودي سلو لان الريسبتور مش متصل بالشانل، ده متصل بجي بروتين اللي هيشغل بعد كده الريسبتور.
channel. طب اما السينابتك نوبس فيها ثلاثة، فيها ميتوكوندريا بثلاث وظائف، ثلاثة فيسكل نمرة 2 وتو سنيرز. يبقى حلو هي اولاد، لو ممكن تنساها هتحط ثلاث عناوين اهم، ثلاث عناوين بوست سينابتك دنسي، سينابتك كليفت، وسينابتك نوب. في النوب في ثلاث حاجات، في السينابتك دنسي في حاجتين، في الكليفت في حاجه واحده. 3 2 1 وما عشقت مستعشق النظام. نيجي في سؤال تاني يقول لك كلمني عن الكيميكال، جيف شورت اكاونت على الكيميكال ترانسميترز، قول لي ماذا تعرفه عن الكيميكال ترانسميترز. ده سؤال تاني برضو اناتومي. ان احنا قلنا وي هاف 3 تايبس اوف فيسكلز يا اولاد، سمول كلير، سمول دنس، ولارج دنس. وقلنا دنس يعني جرانيولر، فيها جرانيولز. هقارن ما بينهم، انت شايف خمس نقط بس، اسمحوا لي هغير الترتيب شويه في اللي كتبته بيه لان بنقول عاوزين نجود حاجه تبقى اسهل. اهم نقطه الكيميكال ترانسميترز، هو في الجسم فيه يعني كل شويه بيزودوهم مور ذان 50 كيميكال ترانسميترز في السنترال نيرف سيستم، اكتر من 50 كل شويه هيزيدوا. سنه 18 2018 هم دلوقتي اكتر من 50. نقول مهمين بقى السمول كلير دي، احفظها لك بطريقه لطيفه. اهم ما تحتوي الاسيتايل كولين، حتى قلنا الكولين كلير فيسكل لو كنت فاكر سنه اولى، او ترانسميتر من ثلاثه حتى اعيدها لك بطريقه تحفظ، يشاركهم حرف الجي، جلايسين بحرف الجي، جابا جاما امينو بيتريك اسيد ده اختصارها، او جلوتاميت. ده السمول كلير. طب والسمول دنس كنا خدناها في الاوتونوميك، كان فيها الكاتيكولامينز اللي هم ثلاثة، أدرينالين ونور أدرينالين ودوبامين. طب اللارج دنس جرانيولز هي ليه لارج؟ ليه لارج؟ عشان فيها بيبتايدز، نيورو بيبتايدز. يبقى دي أول نقطة. طيب النقطة الثانية، الترانسميترز دي بتتعمل فين؟ طالب زكي قال لي أنت علمتنا نفكر. 100% نيورو بيبتايد دي، البيبتايد ده من فصيلة البروتينات. مفيش حاجة بتعمل بروتينات لطالب ذكي غير الريبوزومز بتاعت الجرانيولر او الراف اندوبلازميك ريتيكولا، هي ده المكان الوحيد اللي بتعمل فيه بروتين. وده موجود فين؟ طالب قال لي موجود في السيل بودي، لان ده سيل اورجانيل. يبقى الطالب ذكي لازم النيورو بيبتايدز لكونها بيبتايد بروتين تتعمل في سيل اورجانيل، يبقى تتعمل في السيل بودي بتاع النيورون. ذكاء اهو بالتفكير من غير حفظ. بينما المجموعه بتاعت الكاتيكولامينز بتاعت السمول دنس والاسيتايل كولين بالثلاثه جي، جلايسين جابا اند جلوتاميت، دول بيتعملوا في الاكزون تيرمينالز اللي هو الباتونز اللي هو النوبس. دي تاني نقطه. طب اتعملوا هيحصل لهم بعد كده ريليس، طلعوا ازاي؟ كلهم بيطلعوا بيتشاركوا في كلمه واحده، قلناها 100 مره، كل الكيميكال ترانسميترز بتطلع بثلاث كلمات، اكشن بوتنشال يدخل كالسيوم يفرقع الفيسكل بالاكزوسيتوز، اهي دي الطريقه العامه. انما عاوزين نقول بقى الخصائص، انه السمول فيسكلز الترانسميتر بتاعتها بيطلعوا نير ذا سينابتيك كليفت، قريبين جدا من الكليفت بطريقه جميله قوي. الفيسكل تروح لحد الاكتيف زون وبعدين تفتح تعمل اكزوسيتوزس تريليس اللي جواها عن طريق سمول هولز، وبعدين تقفل تاني يحصل لها اندوسيتوزس ويحصل ريفيل لوكال، تتملي بالترانسميتر تاني، حتى يسموها اسم لطيف قوي. يبقى الفيسيكل راحت لحد الاكتيف زون فتحت بقها وبعدين قفلته ورجعت تاني، فيسموها كيس يعني يقبل اند ران ديسشارج، كيس اند ران ديسشارج، ده طريقه الريليس. بينما هنا النيوروبيبتايدز اللي هم كبار دول لا ما يطلعوش من حته محدده، ده بيطلعوا لانهم كبار من all parts of the presynaptic terminals، كل اجزاء نهايات البريسينابتيك تيرمينال مش من حته صغيره بذاتها. وبعدين عاوز اقول لك حاجه في الريليس يا اولاد، السمول دول بيطلعوا كميات كبيره لان هم حاجات صغيره فبيطلع منهم كميات كبيره، بينما النيوروبيبتايدز زي الهرمونز يا اولاد بيطلعوا ان سمول اماونتس، يعني الكيميكال ترانسميتر تركيبه كبير بيطلع ان سمول اماونتس، حاجه غاليه متكلفه ما
مش بنرمي منه اي كميه، انما الحاجات الرخيصه اللي هي استالكولين كاتيكولامينز بنطلعهم ان لارج اماونتس. طيب الاكشن بعد ما خرجوا، النقطه الرابعه الاكشن يبقى ازاي؟ السمول حفظتها الاجيال بيشتغلوا شورت تيرم 1 ملي سكند اور ليس، ده مده العمل. يبقى الاس مع الاس، السمول سواء سمول كلير او سمول دنس شورت تيرم. حتى انت فاكر كنا قلنا الاستالكولين بيكسر اول ما يشتغل بالاستالكولين استريزيس لو كنت فاكر، بينما اللي متكلف البيبتايد ده قلنا بيطلع منه كميات صغار وده بيشتغل لونج تيرم، الاكشن بتاعه بيقعد مينتس اورز دايز اور مورز. طيب النقطه الخامسه والاخيره ان السمول ده بنعمل له ريسايكلينج، انما البيبتايد ده الغالي اللي بنطلع منه كميات صغيره وبيشتغل كميه كبيره نوت ريسايكلد. ادي الخمس نقط في الفرق ما بين الثلاثه فيسكل بالكيميكال ترانسميتر اللي فيهم. يبقى تاني نعتبر ده سؤال نظري يا اولاد، هنقول ان عندنا في السنترال نيرفس سيستم اكثر من 50 كيميكال ترانسميترز، هم موزعون في ثلاث انواع من الفيسكل، سمول كلير سمول دنس لارج دنس. قلنا دنس معناها جرانيولار يعني فيها حبيبات زي ما انا رسمها لك لو بصيت لها فوق. اهم نقطه نمره واحد المحتويات، السمول كلير اوعى تنسى كولين استايل كولين كلير ومعاه 3 جي جلايسين جمع امينو بيوتيريك اسيد اند جلوتاميت. السمول دنس كاتيكولامينز بانواعها الثلاث ادرينالين نور ادرينالين اند دوبامين، واللارج دنس اللي هم النيوروبيبتايدز. دي اول نقطه. وبعدين نشوف بقى النظام حلو ازاي، فورمد فين، بيتعملوا فين، نمره 2، وبعدين بعد ما يتعملوا هيبقوا ريليز نمره 3، وبعدين هيشتغلوا نمره 4، وبعدين نرجعهم تاني نعمل لهم ريسايكلينج نمره 5. عشان كده انا قعدت الترتيب بترتيب زمني، اتعملوا ازاي هتفتكر، اتعملوا ريليز طلعوا اشتغلوا الاكشن وبعدين خدناهم تاني او ما خدناهمش. النظام يا اولاد ما عشقت مثل عشق النظام. قلنا لطالب ذكي النيوروبيبتايدز يتعمل في السيل اورجانيل اللي هو الرفع اندوبلازميك ريتيكولم، يبقى لازم في السيل بادي، انما دول في الاكشن تربينال. طب ريليس في جمله عامه كلهم بيطلعوا بالاكشن بوتنشال بالكالسيوم بالاكزوسايتوزيس، بس دول بيطلعوا من مناطق محدده نير سينابتيك كليفت. قلنا اكزوسايتوز تفتح بقها ترمي التريليس عن طريق سمول هولز وبعدين تقفله تاني وتري فيل، سموها كيس اند ران، انما دول لانهم كبار بيتعملوا في all parts of presynaptic terminals. قلنا الكبير كبير، اللارج لما بيشتغل بيشتغل long term minutes hour days or more وبيطلع حاجه كبيره بقى متكلفه يعني small amounts، بينما السمول الاس مع الاس بيشتغل short term لكنه لانه تكلفته صغيره بنطلع منه كميات كبيره. طب بعد ما اشتغلوا السمول recycled انما اللارج نوت ريسايكل، لسه ما خلصش السؤال. فيل احنا بنقول بنجود شويه، كان الكلام وما زال يعني يقول لك ان 1 نيرون سكريتس 1 تايب اوف ا كيميكال ترانسميتر، اعتبرها صح لو جات لك، النيرون الواحد يفرز نوعا واحدا من الكيميكال ترانسميتر، يعني الرسمه دي غلط يا اولاد. مفيش نيرون عنده غير نوع واحد من الفيسكل جواه نوع واحد، نوع واحد من الترانسميتر، حتى مش السمول كلير يبقى جواه الاربعه، جواه يا اسيتايلكولين يا جلايسين يا جابا. النيرون الواحد يفرز نوعا واحدا من الكيميكال ترانسميتر. لكن ابتدوا دلوقتي قال لك لا ده الكلام ده اولموس في معظم النيرونز عندها فيسكل واحده تحتوي نوعا واحدا من الترانسميتر. لكن لقوا ان في بعض النيرونز عندها البيبتايد الكبيره وعندها السمول الصغيره، حتى مش عارفين لحد النهارده ما حدش يعرف امتى تطلع ده وامتى تطلع ده. فالنهارده قلنا في التجديد الكلام ده بقى اولموست انما يوجوالي مش تملي. طب السؤال ده مهم جدا في الام اس كيو، الاكسايتيشن انهيبيشن يعتمد على الترانسميتر ولا على الريسبتور؟ هجاوبها لك وانت هتعرف الاجابه. الاستايلكولين في الجهاز الهضمي يا اولاد بيعمل اكسايتيشن للوول كونتراكشن في الوول وانهيبيشن ريلاكسيشن في السفنكتر، يبقى نفس الاستايلكولين ممكن يعمل ستيميليشن في الوول وممكن يعمل انهيبيشن في السفنكتر. يبقى اذا الاستيميليشن انهيبيشن ديبيندز على الريسبتور في الام اس كيو. هاوفر شوف بقى السؤال الام اس كيو جاي اهو،
تحفظهم صم. انا حافظ اسئله الام اس كيو. الاكسبشن ده لازم يجي في تو كيميكال ترانسميترز تملي تملي نلاقيهم انهبيتوري والاثنين بحرف الجي، الجلايسين والجابا. الجلايسين والجابا دول تملي انهبيتوري، وزيهم في اثنين اثنين تملي تملي نلاقيهم اكسايتاتوري، الجلوتاميت جلوتاميت واسبارتيت، جلوتاميت واسبارتيت. اسئله رهيبه في الام اس كيو. يبقى اول سؤال، النيرون الواحد يفرز نوعا واحدا من الترانسميتر، هتحسبها لهم صح؟ لان مش كل الناس عارفه ان لسه حديثا جدا لقوا بعض النيرون اكستريملي رير عندها نيوروبيبتايدز وعندها سمول ترانسميتر، سمول سمول يعني في التركيب. انما الثاني ام اس كيو مهم جدا، ان الاستيميليشن انهيبيشن ديبندز على الريسبتور، بس في اثنين تملي اكسايتاتوري. او نبتدي بالانهيبيتوري عشان رتبناها لك في مخك كده، جلايسين وجابا، جلايسين وجابا، جلايسين وجابا، واثنين اكسايتاتوري جلوتاميت اند اسبارتيت. ده حتى الجلوتاميت ده لما لو ما اتكسرش سؤال ام اس كيو ممكن يبوظ البرين، يسموه نيورو توكسيك ترانسميتر. يبقى مين النيورو توكسيك ترانسميتر؟ جلوتاميت. طيب كده خلصت اجابه سؤال الكيميكال ترانسميتر لاسئله اناتومي مش فيسيولوجي قوي او بايو يعني. نيجي فانكشنز اوف دندرايت، واخدنا كانوتس ملهاش دعوه بالسؤال. ليه ايه وظائف الدندرايتس؟ اولا انها بتكسباند الاريا اوف انتجريشن، يعني بتوسع الاريا اللي هنشتغل عليها. كنا زمان فاكرين ان الكيميكال ان الاكشن بوتنشال ما يطلعش غير ادجيسنت للاكسون هيلوك، لا، لقينا اوكيجنالي بعض الدندرايت بيبتدي عندها الاكشن بوتنشال، بعضه سم انيشيت اكشن بوتنشال. تالت حاجه بقى ودي الجديده خالص يا اولاد، ان لقينا ان النيورونز ستاتيك، بس الدندرايت طالع منها حاجه اسمها دندريتك سباينز اهي اللي انا بشاور عليها. النيورونز استاتيك من حيث النمبر عددهم ثابت، لكن السباينز دي الزوائد اللي طالعه البروزات دي اللي طالعه من الدندرايت دي بتتغير، ممكن تابير تظهر او تديسابير تختفي او تتغير within minutes to hours. يعني انا ما اقدرش اغير عدد النيورونز دول استاتيك، لكن ممكن اغير تركيبهم. طب وده مفيد في ايه بقى؟ هناخده في اخر محاضره باذن الله كلام جديد في الموتيفيشن اللي هي إثارة الدوافع، learning التعلم واللونج تيرم ميموري. احنا بنقول كورس يصلح وورد وايد واب تو ديت لسنة 2018. الدنيا بتتغير كل شوية، مش هعيد تاني. انتوا هتقولوا بقى هنا عندنا سؤالين في الاناتومي، ان عندك هتتكلم على السينابتيك نوب، سينابتيك نوب وكليفت وبوست سينابتيك دنسي، واحده فيها واحد واحده فيها اثنين واحده فيها ثلاثه. حلو. السؤال الثاني اتكلم على الكيميكال ترانسميترز اكتر من 50، بس بديك الهيدنجز. هتقول ان في ثلاث انواع من البيسكلي، سمول كلير وسمول دنس ولارج دنس، وتقارنهم في خمس نقط، اهم حاجه المحتوى بتاع كل واحد من واحد. وبعدين تمشي اربع نقاط ورا بعض، فورمت فين؟ الكبير لازم يبقى في السيل بادي. ريليز دي ازاي؟ النقطة الثالثة. الاكشن الرابعة، وبعد ما يشتغل هيحصل له ريسايكل ولا لا؟ النقطة الخامسة. يبقى شوف ازاي بنفتكر يا اولاد؟ بترتيب الاحداث هنا، يعني ترتيب زمني ساعدك في التذكر. فورمت، ريليزد، الاكشن، وبعدين ريسايكل. وتقول التعقيبين اللي تحت، ان وان نيرون في الاغلب في الاغلب الاعم بيطلع نوع واحد بالترانسميتر، وقلت لك لو جات لك كده احسبها لهم صح، ما تقولش في اكسبشن هنا، الناس كده ما يعرفوهاش. وبعدين ان الانهبيشن والاكسيتيشن يعتمد على الريسبتور مش على الكيميكال ترانسميتر. فين السؤال الاهم؟ في اثنين تملي اكسيتاتوري، اسبارتيت وجلوتاميت، اسبارتيت وجلوتاميت، واثنين تملي انهبيتوري اللي هم جابا وجلايسين. طيب دي النقطه الخامسه. ابتدي بقى الكلام الحلو اللطيف الظريف الاهم. النقطة السادسة، سؤال مهم جدا يا ولاد. ميكانيزم اوف سينابتيك ترانسميشن، ازاي بيحصل السينابتيك ترانسميشن؟ وما عشقت مثل عشقي للنظام، او الحب
مين ايتمز وبعدين ننتقل للتفصيلات عشان الطالب ما يتوهش. وعشان يبقى عندك منتال سيت هتكلم في أربعة نقاط واضحة قصادك. أول حاجة هنتكلم على الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر من البري سينابتيك نوب أو باتونز. نوب يعني قلنا انتفاخ، باتون يعني حب. وبعدين تاني نقطة هنتكلم على البايندينج أوف كيميكال ترانسميتر بالريسبتور في البوست سينابتيك دينستي. طب لما هيمسك هيعمل ايه؟ مرر اينز تشارجن، يبقى يحصل جينيريشن اوف بوتنشال. نمره 3. بعد النقطه الرابعه هن ان اكتيفيت الكيميكال ترانسميتر. بشوف الترتيب جميل اهو، ريليز بايندينج ريليز من البري بايندينج للبوست، وبعدين يطلع كهرباء جينيريت اكشن بوتنشال او اسف في جينيريت بوتنشال عموما، وبعدين نعمل له ان اكتيفيشن. تيجي بقى للاوائل الريليز. لو انا عاوز اخد معظم النمره بس مش يعني مش هقفلها، ثلاث كلمات اكشن بوتنشال هي اوبن فولتج جيتد كالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم يفرقع الفيسكل بالاكسيتوز. دول الثلاث كلمات اللي هم الفاونديشن الاساس. اكشن بوتنشال هيفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل يفرقع الفيسكل بالاكسيتوز. تفصيلات للاوائل بقى. الاكشن بوتنشال اوبن الفولتج جيت الكالسيوم شانل، فيدخل الكالسيوم يعمل ايه؟ هيخلي يحصل مايجريشن، يعني هجره للفيسكل للاكتيف زون، الحته اللي بتفرقع عندها الفيسكل تروح للاكتيف زون. يتحد الفي سنير مع التي سنير، قلنا سنير يعني مصياده، الفي بتاع الفيسكل مع التارجت، بوم تفرقع، فيحصل ريليس باي كيميكال ترانسميتر بعمليه اسمها اكسيتوز. في سؤال ام اس كيو هنا يا اولاد، كمية الكيميكال ترانسميتر اللي هتطلع بالإكسيتوزيس is directly directly proportional للكالسيوم اللي داخل، عشان دي مهمة جدا في فهم بعد كده. لو وقفت الكالسيوم مفيش ريليس، في كالسيوم كتير في ريليس كتير. نيجي النقطة التانية البايندينج، هيمسك الكيميكال ترانسميتر اللي هو هنسميه الليجاند في الريسبتور. الأوائل بقى هنا بقيت الطلبه يكتبوا يقول امسك في ريسبتور. الاوائل ما بيكتبش اسطوانه اللي مكتوب في السؤال بس، بيجمع معلوماته. طب ما انا عارف في السؤال اللي قبله ان في نوعين من الريسبتور، فاقول هيمسك في نوعين من الريسبتور، فاكرينهم؟ يا اما ايونوتروبيك اللي هو تشانل لينكد ريسبتور، اللي هو الريسبتور والتشانل حاجه واحده فيبقى فاست، او هيمسك في ميتابوتروبيك ريسبتور اللي هو ريسبتور لينكد لجي بروتين، هيطلع سكند ماسنجر، هينشط بروتين كاينيز، هيعمل فوسفوريشن للشانل يفتحها، يبقى ده سلو. يبقى الكيميكال ترانسميتر هيتحد مع سبيسيفيك ريسبتور. الاوائل هيفصصوها لانه عاوز يتميز على الباقيين. ايونوتروبيك اللي هو فاست اللي فيها الريسبتور والشانل حاجه واحده وان بروتين، ميتابوتروبيك اللي هو الريسبتور بروتين متصل بالجي بروتين والشانل حاجه ثانيه. طيب عندي خدنا الكلام ده في سنه اولى، لو زودنا البرميابيلتي للصوديوم والكالسيوم اللي هم موجودين اساسا بره، هيدخلوا جوه يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى هيعملوا ديبولاريزيشن يعني اكسايتيشن في البوست سينابتيك نيورون، فيسموها اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال، اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. ومين الاهم؟ ايه الفرق بين الصوديوم والكالسيوم؟ خدناها السنه اللي فاتت، الصوديوم فاست انما الكالسيوم بطيء. اما لو زودوا البرميابيلتي، ده بقى سؤال مهم جدا يا اولاد، للكلورايد ثم الكلورايد ثم الكلورايد مينلي او البوتاسيوم، كلورايد هيدخل يخلي جوه نيجاتيف، البوتاسيوم بوزيتيف يخرج، كان اساسا جوه يخرج يخلي بره مور بوزيتيف، يبقى عمل لي هايبر بولاريزيشن يعني بعدني عن الفايرنج ليفل، يعني حصل انهيبيشن. فين الانهيبيشن ده حصل؟ في البوست سينابتيك نيرون، فيسموها انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. تمام، ده تاني نوع من البوتنشال. طب في نقطه مهمه جدا يا اولاد، انه اي نيرون ما بيحصل لا يحدث عنده بوتنشال واحد. ليه بقى؟ في حقيقه احب افهمها لكم لطيفه قوي.
هي الحقيقة معقدة في الحقيقة، بسيطة جدا في الفهم. اهي يا اولاد اهي اهي، ان اي نيرون داخل السي ان اس اهو لا يتعامل مع نيرون واحد، بيتلقى من ميني نيرونز، بيتلقى الاف النوبس من ميني نيرونز، وبدوره بيغذي مئات النيرونز. يعني يتلقى من ميني ويعطي ميني. الحقيقه معقده داخل السي ان اس. داخل السي ان اس مفيش حاجه اسمها 1 تو 1 كونكشن، مفيش نيرون يدي نيرون تاني واحد بس، غير في حته واحده للاوائل في الجسم، في الريتنا الشبكيه بتاعت الرؤيه. فين في الريتنا بالذات؟ في البقعه الصفراء، الفوفيا سنتراليس، الماكيولار يوتي، ليه احسن حته بنشوف بيها. ده المكان الوحيد اللي النقطه نقطه، نشوف النقطه نقطه، فنشوف التفصيلات 1 تو 1. انما في السي ان اس لا، كل نيرون داخل السي ان اس حقيقه معقده في حقيقتها، بسيطه في فهمها، ياخذ من ميني ويعطي ميني. وعليه يبقى النيرون ده بياخد الاف النوبز، بعضهم اكسيتاتوري وبعضهم انهبيتوري. فاللي هيحصل عنده هو محصله الاكسيتاتوري والانهبيتوري، الصم الالجبريك صم اوف ذيس بوتنشلز ات وان نيرون، نسميها ايه بقى؟ جراند يعني كبير، بوست سينابتيك بوتنشال. اذا للاوائل هيقولوا ان هيحصل مش بس انهبيتوري او اكسيتاتوري، انما الصم بتاع كل اللي حصل عند النيرون الواحد هنسميه جراند. جراند يعني كبير، زي جراند باي يعني جد، جراند بوست سينابتيك بوتنشال. ده انواع البوتنشال. طيب نيجي الان اكتيفيشن. ازاي بيحصل ان اكتيفيشن؟ قلناه البري سينابتيك نيرون ممكن يعمل ريسايكلينج اكتيف ري ابتيك. طب والكليفت في اكسسوار فلويد، فممكن الكيميكال ترانسميتر يديفيوز اواي في الاكسسوار فلويد، او البوست سينابتيك نيرون يكسر الكيميكال ترانسميتر يعمل له ان اكتيفيشن، او السكافنجر سيلز لسه قايلينها في اول محاضره اللي هي الميكروجليا اللي هي الفاجوسيتيك سيلز تعمل له ريموفال. طالب قال لي الموضوع ده صعب شويه، قلت له بس ده اهم سؤال. قال لي طب ما كعادتك كده ما تقول لنا طريقه حلوه في الحفظ، يعني تقدر تفكرها لنا بطريقه حلوه؟ قلت له طبعا عندي طريقه، ما عشقت مثل عشق النظام. احنا في كام ستيج يا اولاد؟ في 4 ستيجز. الاول ريليس من البري، وبعدين بايند للريسبتور في البوست، وبعدين يحصل جنريشن اوف اكشن بوتنشلز، وبعدين ان اكتيفيشن للكيميكال ترانسميترز. اسف، جنريشن اوف بوتنشال وبعدين ان اكتيفيشن اوف كيميكال ترانسميتر. اقول لك بقى المفاجاه الجميله، ان الخطوه الرابعه فيها 4 والثالثه فيها 3 والثانيه فيها 2 والاولانيه حدث واحد بس متصل. يبقى نمره 1 هتتكلم في حدث واحد، 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4. واحد يقول لي جربها لنا بقى عشان نحفظها. الريليس قصه واحده متصله، ان اكشن بوتنشال هيفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل، تدخل الكالسيوم فيحصل مايجريشن للفيسيكل، فيمسك الفي سنير مع التي سنير يفرقع يطلعوا باي اكزوسيتوز. حدث واحد متصل. طيب تاني حاجه البايندينج، هيمسك مع ريسبتور. يبقى تاني نقطة، وفي كام نوع من ريسبتور للأوائل؟ دي إجابة الأوائل، نوعين من ريسبتور، يا إما هيمسك في أيونوتروبيك يا إما في ميتابوتروبيك، وتشرح مش عايلهم تاني، ده فاست وده سلو، عشان ده الريسبتور والشانل وان بروتين، إنما هنا الريسبتور ماسك في جي بروتين والشانل حاجة تانية. طب النقطة الثالثة، هيحصل جنريشن بوتنشال، في كام نوع من البوتنشال؟ لو دخلت صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم او كالسيوم هيحصل اكسيتاتوري ديبولاريزيشن واكسيتيشن، لو دخلت كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد او بوتاسيوم خرج هيحصل هايبر بولاريزيشن يعني انهبيشن، يبقى انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. محصله اللي هيحصل عند كل النوبز في وان نيرون، لان النيرون الواحد بيتلقى من ميني نوبز، هنسميها جراند بوست سينابتيك بوتنشال. 3. طب والان اكتيفيشن 4، واحد يقول لي طب هتحفظها لنا ازاي؟ سهله،
كل حاجة في الرسمة بتعمل حاجة. الرسمة كان فيها ايه يا أولاد؟ كان فيها بريسينابتك نوب وبوست سينابتك نيرون وما بينهم كليفت، كل واحد بيعمل حاجة. النوب بتعمل اكتيف ري ابتيك، طب والبوست سينابتك نيرون يعمل ان اكتيفيشن، طب والكليفت كان فيه اكسسوار فلويد، ممكن الكيميكال ترانسميتر يروح بعيد يديفيوز اواي. طب في حاجة رابعة بقى مش في الرسمة، المايكرو جلايل سيلز اللي هي السكافنجر الزبال كالناس، خلاص اللي هو يعمل فاجوسيتيك سيلز تعمل ريموفال، يبقى حلو قوي قوي اولاد كده زي الفل. وعاوز اقول لكم معلومه جميله يا اولاد، علمتها لكم قبل كده، ان الكيميكال ترانسميتر اللي هو نسميه ليجاند في الاندوكراين نسميه هرمون، الليجاند اللي هو بيمسك في الريسبتور في حاله الاندوكراين نسميه هرمون، في حاله سي ان اس نسميه كيميكال ترانسميتر ان اكتيف والريسبتور ان اكتيف. الليجاند ريسبتور كومبلكس هو ده اللي اكتيف. فعلى راي سايب مكاوي شيل ده من ده يرتاح ده عنده، ان البري خدت شفط الثاني الكيميكال ترانسميتر وعملت له اكتيف ريابتيك وقف الاكشن، الكيميكال ترانسميتر ديفيوز اواي في الكليف وقف الاكشن، اتكسر بالبوست وقف الاكشن، كلته المايكروجليا وقف الاكشن. حلو، ده اهم سؤال في هذه المحاضره اللي هو النقطه الخامسه، ميكانيزم اوف سينابتيك ترانسميشن. بس ايه بقى؟ مش اجابه بتاعه طالب عادي، اجابه بتاعه الاوائل، زي ما بقول هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. هعيدها، مش التفصيلات، الفكره انت تعيد الفيديو، ان اربع خطوات اساسيه ريليس من البري سينابتيك نوب، بايندينج للريسبتور في البوست سينابتيك دنسيتي، جينيريشن اوف بوتنشلز، بعدين ان اكتيفيشن اوف كيميكال ترانسميتر. اربعه، الريليس قلنا قصه متصله، اكشن بوتنشال ملخصها كالسيوم بالاكسوسيتوز طلع، البايندينج لنوعين من الريسبتور يعني ايونوتروبيك لا اكل ولا امل فاست او ميتابوتروبيك سلو، فاهمين ليه؟ والجينيريشن بوتنشال ثلاث انواع، لو دي بولاريزيشن يبقى اكسيتيشن، هايبر بولاريزيشن يبقى انهيبيشن، المحصله في وان نيورون اسمها جراند بوست سينابتيك بوتنشال. ثلاثة اهو. طب النمره 4 4 الان اكتيفيشن بالثلاث حاجات اللي في الرسمه ومعاهم الميكروبلا نمره 4، بس مش احلى من كده يا اولاد. ده دره هذه المحاضره. نيجي النقطه السادسه، سؤال السادس، قول لي انواع البوتنشلز اللي موجوده في السينابس. اجابه الاوائل برضو انواع البوتنشلز، بس ندي اضاءه اكتر. انواع البوتنشلز، انواع البوتنشل كالاتي، احنا عندنا بري سينابتيك نيرون وبوست سينابتيك نيرون. البوست سينابتيك نيرون ده الاهم، بيحصل فيه ثلاثة بوتنشلز. حلو، الاجابه النموذجيه من الاول قبل ما نبتدي، منتال سيت، تهيئ ذهني. البوست سينابتيك نيرون فيه ثلاثة بوتنشل، اكسيتاتوري وانهيبيتوري والمحصله اللي هي الجراند. طب والبري سينابتيك نيرون فيها تو بوتنشلز، هناخدهم يبقوا خمسه. يبقى الطالب اللي عاوز ياخد الفول مارك لما يجي له ديسكاس سينابتيك بوتنشل، واحد من الاسئله الصعبه وبيجي اقل، يقول خمسة، ثلاثة في البوست سينابتيك واثنين في البري سينابتيك. طبعا ممكن السؤال يجي جزئين، يعني يجي لك بوست سينابتيك بوتنشال تقول ثلاثة بس، بري سينابتيك بوتنشال تقول اثنين بس، يبقى انا عملت لك منتال سيت. تيجي الاول نفرق الاكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال من انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال في جدول من كام نقطة، خمسة، احب جداول قوي يا ولاد. ديفينيشن، هما الاثنين يتشاركا في ان هما ترانزيانت لوكالايزد بارشل، كل كلمه لها معنى، بارشل لان هما ما بيوصلوش الفايرنج ليفل الثريشولد فاليو، لوكالايزد لان هما مش بروباجيتد، مش زي الاكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال بيوصل الثريشولد فاليو وبروباجيتد، دول بارشل ولوكالايزد، كل كلمه مهمه في الام اس كيو، وترانزيانت يعني مؤقت. الاكسيتاتوري ده عباره عن ديبولاريزيشن،
الانهيبيتوري بوسيتيك بوتنشال ده هايبر بولاريزيشن. ادي اول نقطه. طيب ثاني نقطه، هو ليه سموا ده اكسيتاتوري؟ لان الديبولاريزيشن بتزود الاكسيتابيلتي، بينما الهايبر بولاريزيشن بتبعدني عن الفايرنج ليفل فبتنقص الاكسيتابيلتي، عشان كده سموها انهيبيتوري. طب ثالث نقطه التايم بتاعه، كلام جديد، هما الاثنين بيبداوا بعد نص ملي سكند، دي مش جديده. واحد يقول لي ما هو ده مده السينابتك ديلي، انت قلتها لنا في النيورو ماسكولار ديلي في سنه اولى، كان انتقال الكيميكال ترانسميتر عشان يبتدي كهرباء كان بيحصل بعد نص ملي سكند، فدي قديمه 100%. يصل البيك القوى القصوى هما الاثنين بعد 11 ونص ملي سكند، ولاس يقعدوا، ده الكلام ده كله في الافرج في المتوسط 15 ملي سكند، يبقى يبتدوا بعد نص ملي سكند، يصلوا البيك في الافرج بعد 11 ونص ولاس 15 ملي سكند. دي النقطه الثالثه. نقطه رابعه الايونيك بيزس، قلناها واحنا بنشرح الديبولاريزيشن سببه صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم، اوبننج اوف صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم، او كالسيوم لو عاوزينها بطيئه. انما الانهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال بتبقى كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد، ده الاهم، ثم بوتاسيوم، وده السؤال الاهم اللي بيجي في الام اس كيو. ليه طالب يقول لي طب هنا قول لنا ليه الانهيبيشن هو الاهم؟ هنا بقى ايه، نريح دقيقتين فرصه كده نتنفس. ليه الانهيبيشن اهم؟ اول مره هتفهمها ان انا اوقف السيجنال اهم من ان انا امشيه. واحد قال لي ازاي الكلام ده؟ اتفهمنا مور او موست of the signals received by the central nervous system are inhibited, are discarded as being non-important. معظم المؤثرات اللي بتتلقاها الـ CNS بيوقفها. خلاص؟ واحد يقول لي طب دينا مثال. حضرتك دلوقتي في مجال السمع بس، سامع صوتي و100% في الشقة عندك أصوات تانية، لو ركزت في حد بيتكلم، في حد ماشي، انما انت لو واخد بالك منهم طوال المحاضره مع صوت انا بس، يبقى عملت انهيبيشن لكل الاصوات الاخرى 100%. انت باصص في السكرين شايف صورتي ومركز فيها، بس حوالين السكرين في حاجات تانية، ده حتى داخل السكرين بتاع انا في صوره ورايا انت مش مركز فيها، انت مركز انا بقول ايه، يبقى في مجال النظر عملت انهيبيشن للباقي كله. وحاجات اخرى غضيت عنها البصر تماما، التاتش بتاع هدومك مع لبسك، رجلك متنية تحت الترابيزة ولا مفرودة، نايم، كل الامبلز دي عشان تقدر يبقى عندك power of attention تركز. CNS بيوقف كل السيجنالز ويركز في اللي بقوله وباصص في الدياجرامز. يبقى الانهيبيشن يا اولاد ظاهرة اهم من الاكسيتيشن. most of the signal received by the CNS اول مرة تفهم are inhibited are discarded as being non-important. فعش كده الانهيبيشن اهم من الاكسيتيشن، عش اللي هو سببه ايه بقى؟ كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد ثم بوتاسيوم لو عايزها تبقى سلو شويه. طيب نكمل. في العموم الاكسيتات البوستسينابتيك بوتنشال في منها يعني ممكن تبقى فاست بالايونوتروبيك او سلو بالميتابوتروبيك، انما الانهيبيتوري بتبقى بالايونوتروبيك فاست بس. وان كان داخل الفاست، داخل الفاست الكلورايد اللي بيشتغل بالكلورايد اسرع من اللي بيشتغل بوتاسيوم، بوتاسيوم بيبقى سلو عنه. طيب نيجي النقطه الخامسه، الكاركترز اوف اكسيتاتوري انهيبيتوري بوستسينابتيك بوتنشال. علمتها لكم في سنه اولى، قلت يا اولاد يا اولاد الكهرباء في الجسم نوعان، يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال بحرف الاي اللي فاكر من سنه اولى بيتبع قاعدتين بحرف الاي، ان هو الوحيد اللي معاه اول اور نون لوب حرف الاي يبقى كان نوب جريدد، وهو الوحيد اللي معاه ابسولوت ريفراكتوري بيريد يبقى كان نوب سميتد. اوعى تنساها ما حياتك، ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على غيره. قاعده تريبل اي، الاكشن بوتنشال بحرف الاي اول اور نون لو يبقى كان نوب جريدد، ابسولوت افكتيف بيريد يبقى كان نوب سميت. بسميها هنا الولاد تريبل اي، يعني الثلاثه اي. حتى اول ما قلت تريبل اي اضحكوا، عارف ليه؟ عشان تريبل اي دي في امريكا معناها امريكان اوتوموبيل اسوشيشن،
ان انا ادفع $50 لو عربيه بتاعتي عطلت في اي حته في امريكا يجوا ببلاش يجروني العربيه، بس ادفع $50 كل واحد اشتراك يقول لي بعد اقل من 3/4 ساعه العقد كده، ادفع $50 وليها مرتين لو العربيه عطلت، طبعا لما تجيبش عربيه بايظه بعد كده تدفع فلوس يجوا يجروك. اسمها امريكان اوتوموبيل اسوسيشن AAA، عشان نخرج شويه كده معلومات عامه. يبقى الاكشن بوتنشال بحرف الايه هو اللي معاه اول اوردن لو، يبقى كانوا بي جريدد ابسوليت افكت بيريد كانوا بي سميت. اي كهرباء تانية، اي كهرباء تانية السنه اللي فاتت خدنا لوكال ريسبونس ما هوش اكشن بوتنشال، الكتروتونس ما هوش اكشن بوتنشال، اند بليت بوتنشال ما هوش اكشن بوتنشال، والنهارده بناخد اهو ايه بقى اكسايتات ريبوس سبتيك بوتنشال انيبيتور ريبوس سبتيك بوتنشال. ما لا ينطبق، ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه. يبقى التانيين كلهم يبقوا ايه؟ انت متوقع ايه بقى؟ سؤال امسكيو مهم جدا، ان كلهم جريدد لا يتبعوا الاول اوردن لو، وكلهم سميتد معهمش ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. هي ده اهم نقطه في الام اس كيو، يبقى جريدد وسميتد اهي دي النقطه الخامسه. طيب هنا سميتد دي مهمه قوي يا اولاد، يعني النوبل واحده بتعمل بارشال ولوكالايز وترانزيانت ديبولاريزيشن، عمره ما يدي اكشن بوتنشال الا اذا بقى سميتد. يعني بدون السميشن لا تقوم قائمه للسنترال نيرفس سيستم، ما اقدرش امشي الكيميكال ترانس امشي الاكشن بوتنشال من غير ظاهره السميشن، لازم اصميت. يوجد نوعان من السميشن في السي ان اس، سؤال مهم جدا في الشفوي والام اس كيو، سبيس اور سبيشال سميشن حتى الاثنين بحرف الاس، وتايم اور تمبورال سميشن الاثنين بحرف التي. حتى اقولها لك بطريقه لا تنسى، الزمان والمكان تايم اند سبيس سميشن، يا زماني يا اما مكاني تايم سميشن او سبيس سميشن. تعال نشوف ايه الفكره. سبيس سميشن حضرتك النوبل واحده، ما احنا قلنا النيرون بيتلقى الاف النوبز، النوبل واحده بتعمل كهرباء ضعيفه ما تطلعش اكشن بوتنشال، بس كهرباء ضعيفه مع ضعيفه مع ضعيفه هتدي اكشن بوتنشال. هنا في كهرباء ضعيفه في المكان اللي جنبها كمان كهرباء ضعيفه والمكان اللي جنبها كمان كهرباء ضعيفه، يبقى هنا السميشن مكاني في اكسيتات ريبوس سيمتيك بوتنشال في اكثر من مكان مع بعض هيدوا اكشن بوتنشال، فيسموها سبيس اور سبيشال سميشن. تبقى تحصل امتى بقى؟ لو شغلت ميني نوبس في وقت واحد، ميني نوبس ار استيميليتد سيمالتينيسلي، حتى لو حفظها الطلبه طريقه لطيفه، فين الكلمه المهمه؟ ميني سيمالتينيسلي، هشغل ميني سيمالتينيسلي فيعملوا اكشن بوتنشال. طيب انما ايه التايم سميشن بقى؟ هنا هستيميليت نوب واحده مره فتعمل اكسيتاتي بوست سبتيك بوتنشال ضعيفه، كمان مره تقويها شويه، كمان مره تقويها اكتر، يبقى كلهم حدثوا في مكان واحد فتح ودنك، ولكن في ازمنه متعاقبه. يبقى السميشن هنا زماني، واحده ورا الثانيه ورا الثانيه، هنا كانت واحده جنب الثانيه جنب الثالثه، هنا واحده تلو الثانيه تلو الثالثه. يبقى عشان كده نقول one knob stimulated repetitively، one repetitively. يبقى دي اهم كلمتين في الشفا وفي الام اس كيو، ان السبيس سميشن في اكثر من مكان يبقى many simultaneously، انما التايم او temporal سميشن one repetitively، one repetitively. طيب الكلام الجديد، السبيس سميشن بيعتمد على ايه؟ على length constant، بينما التايم سميشن بيعتمد على التايم كونستنت. واحد يقول لي فهمني ايه الكلام؟ كلام سهل جدا. ما انا عشان اعمل سميشن كل كهرباء يا اولاد، كل كهرباء بتحتل مكان معين، لازم عشان يحصل سميشن الكهرباء بتاعت النوب ده تلتقي بالكهرباء بتاعت النوب التاني، لازم يجوا مع بعض. انما ما هو مش دي دي بعيده بالكهرباء دي بعيد عن دي وهيسميت، لازم يجوا على بعض. فكل ما الكهرباء فرشت في لينس اكتر، يعني خدت مساحه اكبر، يبقى يحتاج عدد اقل من نوبس عشان خاطر يلتقيوا مع بعض، عدد اقل من نوبس. يعني لو الكهرباء بتاخد وقت قليل كده
بتاخد مساحة قليلة، لازم أقرب النوبز لبعض عشان يجوا على بعض. لكن لو الكهرباء بتاخد لينس طويل مش لازم أقربهم من بعض أو هيجوا على بعض أو من غير ما أقربهم، أو أعتبر دي تو نوبز ومصابي مش هقربهم لبعض. لكن لو الكهرباء بتاخد وقت قليل لازم أقربهم أو لبعض عشان يجوا على بعض. فكل ما زاد اللينس هتحتاج عدد أقل من النوبز لأنها بتفرش على مساحة أكتر. طب في التايم، كل ما زاد التايم يبقى ممكن استنى قبل ما ادي السكند ستيمولس، يبقى احتاج عدد اقل من الاستيمولاي، يبقى مفهوم سهل يا اولاد. يبقى النمبر اوف نوبس في اللينث كونستانت انفرسلي بروبورشنال تو ذا لينث. لما الكهرباء تاخد مساحه كبيره يبقى محتاجين عدد قليل من النوبس لانها كل واحده مغطيه مساحه كبيره، مش لازم اللي جنبها تقرب منها قوي، مش عاوز نوبس كتيره. كل ما الكهرباء تاخد وقت طويل ممكن استنى قبل ما ادي السكند ستيمولس، يبقى الفريكوانسي اوف ستيمولاي از انفرسلي بروبورشنال تو تايم لينث. ده الكلام الجديد. يبقى السبيس سميشن بيعتمد على اللينث كونستانت، بينما التايم سميشن بيعتمد على التايم كونستانت. والعلاقه عكسيه، هنا عدد النوبز يتناسب عكسيا مع اللينث. اللينث طول بتاخد بتغطي الكهرباء مساحه طويله يبقى عاوز نوبز قليله، بتاخد زمن طويل عاوز فريكوانسي قليله. طيب نيجي كلام جديد خالص، في حاجه اسمها سلو بوست سينابتيك بوتنشال، موجوده في بعض التكست بوكس لكن بقولها عشان هنا يعني يمكن عندكم ما بيقولوهاش هنا بيقولوها، فانا بدرس لكل الناس اقل قاعده. السلو بوست سينابتيك بوتنشال دي ليه سموها سلو؟ لانها بتبتدي بعد مش نص ملي سكند، بتبتدي بعد من 100 ل 500 ملي سكند، ولاس مش 15 ملي سكند، سيفرال سكندز، السكند الواحده ب 1000 ملي سكند، عشان كده سموها سلو بوست سينابتيك بوتنشال. تحصل فين دي بقى؟ في الاوتونوميك جانجليا والكورتيكال نيرونز، ادي اثنين نيرفس، اوتونوميك جانجليا والكورتيكال نيرونز، للناس اللي هم بتوع كندا وامريكا يسمعوني كويس. وفي السموث ماسل والكارديك ماسل. ومرتبطه بانهي اين؟ بالبوتاسيوم كوندكتنس. لو قللت خروج البوتاسيوم يبقى البوتاسيوم يقعد جوه، يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى دي بولاريزيشن هيدي سلو اكسيتاتري بوزيتيف بوتنشال. بينما لو زودت البوتاسيوم كوندكشن، البوتاسيوم خرج بره كتير بقى بره بوزيتيف كتير، عمل هايبر بولاريزيشن، قلل الاكسيتابيلتي يدي سلو انهبيتوري بوزيتيف بوتنشال. ده كلام جديد، ممكن لو مش عندك في الكتاب ما تقراهوش خالص، ركز في الاولاني فانا مش عايدها تاني. انا هراجع الحته اللي موجوده في كل الجامعات اللي هي الاكسيتاتري والانهبيتري بوست سينابتيك بوتنشال، هقارنهم في خمس نقاط. ان هما الاثنين اشتركوا في ان هما بارشال، يعني ما بيوصلش الفارينج ليفل، لوكالايز في مكان محدد لمده محدده ترانزنت. لو قلت دي بولاريزيشن يبقى النقطه هنا الثانيه الاكسيتابيلتي زادت، هنسميها اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال. لو قلت هايبر بولاريزيشن يبقى بعدت عن الفارينج ليفل، الاكسيتابيلتي قلت، يبقى اسميها انهبيتري بوست سينابتيك بوتنشال. خلصت النقطتين. طب نيجي التايم. في العموم احنا في العموم بيبتدوا بعد نص ملي سكند اللي هي مده السينابتيك ديلي، ويوصلوا البيك بعد 11 ونص ويظلوا 15 ملي سكند. انما الاكسيتاتوري في منها فاست بالايونوتروبيك وفي سلو بالميتابوتروبيك، انما الانهبيتوري معظمها مش كلها بالفاست بتبقى بالايونوتروبيك. دي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه الايونيك بيزس، هو الديبولاريزيشن سابه ايه؟ يا صوديوم يا كالسيوم، صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم يا كالسيوم. وهنا الريبولاريزيشن هو الاهم، الهايبر بولاريزيشن انهبيشن، كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد ثم بوتاسيوم. دي النقطه الرابعه. النقطه الخامسه ايه الكاركترز؟ يعني حفظتها لك، الاكشن بوتنشال هو اللي معاه اولور نان كانوت بي جريدد، هو اللي معاه ابسولوت كانوت بي سميتد. اي كهرباء ثانيه خدناهم في اولى، لوكال ريسبونس، الكتروتونس، اند بلي بوتنشال، او السنه دي اكسيتاتوري او انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال، ما هماش اكشن بوتنشال، يبقى ما فيش اولور نان، يبقى جريدد، ما فيش ابسولوت افكت بيريود، يبقى سميتد. وقلت بدون السميشن كان لا يمكن يطلع اكشن بوتنشال واحد في نيرونز،
لأن كل نوب بتعمل كهرباء لا ترقى لا ترقى أنها توصل للفارينج ليفل، لكن كهرباء مع كهرباء مع كهرباء ضعيفة يوصلوا للفارينج ليفل. والصميشن يا زمان سبيس أو سباتيال يا تايم أو تيمبرال. وأهم جملة هنا، عشان في أكثر من مكان يبقى هشغل ماني سيمولتينيسلي، إنما هنا في مكان واحد ولكن في أزمنة متعاقبة، يبقى وان ريبيتيتيفلي. وده يعتمد على ايه؟ السبيس سميشن هتفرش مكان قد ايه؟ على لينث كونستانت. ان كل ما فرشت مساحه اكبر يبقى احتاج عدد اقل من نوبس، يبقى النمبر اوف نوبس انفرسلي بروبورشن تو ذا لينث كونستانت. انما هنا كل ما دامت استمرت لوقت اكثر احتاجت عدد اقل من الاستيمولاي، يبقى الفريكوانسي اوف الاستيمولاي از انفرسلي بروبورشن تو ذا تايم كونستانت. طيب ده احنا قلنا نوعين من البوست سينابتيك بوتنشال، الاكسيتاتري وال انيبيتوري. نيجي للنوع الثالث هو الاسهل اللي هو المحصله. قلت ان اللي قلناه ده مش حقيقه، ان لان قلت النيرون الواحد بيتلقى نبذ من مئات الاف النبذ من مئات النيرونز، فاللي بيحصل فعلا عند النيرون اهو هو محصله دول اللي هم نسميهم ايه بقى يا اولاد؟ كرون بوست سينابتيك بوتنشال. النوع الثالث اللي هو ايه؟ الجبريك سام محصله الاكسيتاتري والانيبيتوري ات وان نيرون، التي تحدث في نيرون واحد. هذه المحصله هتدي في اربع احتمالات لطالب ذكي. لو الانيبيتوري اكتر من الاكسيتاتري هيحصل انهبيشن. طب لو الاثنين قد بعض نو تشينج ان بوتنشال. طب لو الاكسيتاتري اكتر، دي الاوائل بقى. في احتمالين مش احتمال واحد. لو الاكسيتاتري اكتر هيحصل اكسيتيشن لو بلو ذا فايرنج ليفل، لكن لو الاكسيتيشن حصل ووصل الفاير ليفل هيحصل اكشن بوتنشال. يبقى ما هو الجراند بوست سينابتيك بوتنشال؟ هو الالجبريك سام، محصله الجبريه لمجموع الاكسيتاتري انهبيتوري عند نيرون واحد، لان قلت النيرون الواحد ما بيتلقاش نبذ واحده، نوب واحدة، آلاف النبذ التي تنتمي إلى مئات النيرون. صحيح، بس طبعا مش راسم أنا آلاف ومئات. المحصلة هو ده الحقيقة اللي بيحصل في الجسم، هو جراند محصلة الإكسيتاتري والإنهبيتوري. في أربع احتمالات، الطالب العادي يقول ثلاثة، الإنهبيتوري أكتر يحصل إنهبيشن، إكسيتاتري أكتر يحصل إكسيتيشن، الاثنين قد بعض نو تشينج إن بوتنشال. لا، في احتمال رابع، لو الإكسيتيشن وصل فارينج ليفل هو ده الأهم، هيدي أكشن بوتنشال. نيجي بقى يا اولاد، قلنا الموتور نيرون بمعاده الاكشن بوتنشال بيطلع ادجيسنت تو ذا اكسون هيلوك، دي الموست اكسايتبل حتى قلنا، لان عندها لوست ثريشول بيمشي ان بوث دايركشنز، في الداونرز في الاكسونز وريتروجريد في التواي باي، بيقولنا يعني يمسح الكهرباء من على السيل عشان نستعد للنيو اكتيفيتي. طيب هنا يقول لك اديني مثال للجراند بوست سينابتيك بوتنشال. مثال لذيذ قوي، تعال ناخد المثال اهو. الجراند هو بيحصل عندنا دلوقتي، لو حضرتك المثانه البوليه بمالي بول البدر يعني جاتس ديستندد، خلاص يبقى هتبعت امبلسز اكسيتاتري للساكرال سنتر اللي هو السنتر ميكتريشن، تقول له عايزين نفضي البدر مليانه فضي. ده في الانفنت، في الطفل تحت سن سنتين يفضي على طول. حضرتك عندك هاير كنترول، ان في عندك برين سنتر سوبرا سباينال سنترز، لو لقيت الوضع مناسب تبعت فاسيليتاتوري امبلس تقول فضي. لو قاعد في وسط ناس والوضع غير مناسب انك تفضي وهتبقى على تعمل على روحك، الانهبيتوري سوبرا سباينال سنترز تشتغل، تعمل انهيبيشن انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال، تخلي المحصله لصالح انهيبيشن توقف الميكتوريشن ريفلكس. يبقى مثال سهل جدا. يبقى اذا الميكتوريشن سنتر في الساكرال ريجون بيتلقى اكسيتاتوري من البلادر لما تبقى ديستندد، واكسيتاتوري من الفاسيليتاتوري سوبرا سبانال سنتر لو لقيت الوضع مناسب، لان انا فضي، حضرتك قاعد في التواليت وتقدر تفضي. لكن في انهبيتوري سنتر بيبعتوا انهبيشن، فالمحصله اللي هتحدث هو ده الجراند بوست سينابتيك بوتنشال. لو المحصله في صالح الاكسيتيشن هتفضي، في صالح انهبيشن هتمنع التفضيل.
ده المثال بتاعه. نيجي النقطة السابعة. أو آسف أنا لسه ما خلصناش البريسينابتيك إنيبيشن والبريسينابتيك فاسيليتيشن. دول لسه هنعملهم. ركز معايا. معلش احنا قلنا المراجعة تبقى المحاضرات طويلة شوية لأن احنا بنراجع محاضرتين ثلاثة في المحاضرة يا أولاد. المفروض إن أنت قاري مستعد وجاي تفهم أكتر. خدنا ثلاث أنواع من الكهرباء في البوست سينابتيك، اكسيتاتوري انهيبيتوري وجراند المحصلة. في البري عندي نوعين، في بري سينابتيك انهيبيشن وفي بري سينابتيك فاسيليتيشن. طيب ركز معايا دلوقتي، عشان انا اغير البوتنشال في البوست، مين اللي هيغير البوتنشال في البوست؟ كيميكال ترانسميتر بيطلع من البري. طب عشان اغير البوتنشال في البري يبقى لازم ثيرد نيرون، نيرون ثالث ياثر على البري يطلع كيميكال ترانسميتر يغير البوتنشال. يبقى لن تقوم قائمه للبري سينابتيك بوتنشال دون الاستعانه بثيرد نيرون. البري بيغير البوست، طب مين يغير البري؟ لازم نيرون ثالث يطلع كيميكال ترانسميتر يغير البوتنشال فيه. يبقى لو شرحت البري سينابتيك بوتنشال من غير ما تقول ثيرد نيرون هتاخد صفر. ادي اول معلومه. طب نوع السينابس هنا اكسون مع اكسون، اكزو اكزونيك. تاني معلومه. طب نوع الريسبتور اللي هنشتغل عليه ميتابوتروبيك، مش هشرحه تاني بقى، الميتابوتروبيك اللي هو سلو. تالت معلومه، يعني البري سينابتيك انهيبيشن فاسيليتيشن سلو. لو حضرتك عاوز تعمل انهيبيشن الثيرد نيرون ده هيبقى انهيبيتوري، هينتهي عند اكسيتاتوري بري سينابتيك نيرون هيمنعه من انه يطلع الترانسميتر، هيعمل له انهيبيشن. يبقى انهيبيتوري الثيرد نيرون ده انهيبيتوري، هينتهي عند اكسيتاتوري يعمل له انهيبيشن. بينما لو الثيرد نيرون ده اللي بينتهي عند الاكسيتاتوري نيرون اكسيتاتوري هيخليه يطلع مور كيميكال ترانسميتر، يبقى هيعمل فاسيليتيشن. يبقى تاني ظاهرة البري سينابتيك انهيبيشن فاسيليتيشن، عد معايا. البري بيغير البوست، طب مين يغير البري؟ اول معلومه ثيرد نيرون. طيب نوع السينابس هنا اكسون مع اكسون يبقى اكزو اكزونيك. نوع الريسبتور ميتابوتروبيك يبقى سلو. ثالث معلومه. رابع معلومه، لو عاوز تعمل انهيبيشن يبقى في انهيبيتوري نيرون هينتهي عند الاكسيتاتوري بري سينابتيك يمنعه من انه يطلع كيميكال ترانسميتر. لو عاوز تعمل فاسيليتيشن اكسيتاتوري هينتهي عند الاكسيتاتوري يخليه يطلع مور كيميكال ترانسميتر. تمام، يبقى دي معلومات عامه. ازاي بنعمل انهيبيشن او فاسيليتيشن البري؟ قبل ما نوصل لو خليناه يطلع مور كيميكال ترانسميتر يبقى هيحصل فاسيليتيشن، يطلع ليس كيميكال ترانسميتر ليس هيحصل انهيبيشن. يبقى ده الفكره. تعال بقى نشرح البري سينابتيك فاسيليتيشن والبري سينابتيك انهيبيشن. يلا عد معايا ما بزهقش. تعال نقول معلومات تاني. يبقى في البري لازم تقول اول معلومه ان البري سينابتيك سواء كان فاسيليتيشن انهيبيشن لازم يبقى فيه ثيرد نيرون. عد معايا اول معلومه. نوع السينابس اكزو اكزونيك. ثاني معلومه، نوع الريسبتور ميتابوتروبيك يبقى سلو. ثالث معلومه، هنا عاوز اعمل فاسيليتيشن يبقى الثيرد نيرون اكسيتاتوري. حتى فاهمين في الاخر هيزود الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر. نقول بقى المعلومات الخاصه، هيطلع سيروتونين. خلاص قلنا هيشتغل على ميتابوتروبيك اللي هو متصل بجي بروتين، قلناها قبل كده. هيعمل سكند ميسنجر اسمه سايكليك اي ام بي، قلناها قبل كده. ينشط بروتين كاينيز انزيم اسمه بروتين كاينيز اي. الجي بروتين ده هيحول الادينوزين ترايفوسفيت الى سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت، ده السكند ميسنجر. هينشط بروتين كاينيز A. ليه سموه بروتين كاينيز A؟ عشان بيتنشط بالسايكليك A AMP فسموه بروتين كاينيز A. ليه سموه كاينيز؟ لانه بيحرك فوسفيت جروب، هيفوسفوريليت بروتين اوف بوتاسيوم شانل، هيعمل فوسفوريليشن للبروتين بتاع البوتاسيوم شانل.
فيعمل كلوجر اوف بوتاسيوم شانل. لما يحصل البوتاسيوم شانل فوسفوريشن تقفل تقفل، يبقى البوتاسيوم البوزيتيف يتحبس جوه، يبقى جوه بوزيتيف وورا نيجاتيف، يبقى يحصل ديلي دي او الديبولاريزيشن، يقعد مده طويله برولونج الديبولاريزيشن ويتاخر الريبولاريزيشن، يعني مده الاكشن بوتنشال تطول. واحنا قلنا الكالسيوم شانل كانت بتفتح بالاكشن بوتنشال، يبقى برولونجد اوبننج اوف كالسيوم شانلز تدخل اكتر كالسيوم، مور اكزوسايتوزيس، تطلع كيميكال ترانسميتر اكتر، يبقى تعمل ترانسميشن اكتر، نسميها بري سينابتيك فاسيليتيشن. يبقى تاني، يبقى في معلومات عامه ومعلومات خاصه. المعلومات العامه ان انا عاوز اعمل فاسيليتيشن، يبقى في ثيرد نيرون اكسيتاتوري، نوع اكسيتاتوري، الريسبتور ميتابوتروبيك يبقى سلو، نوع السينابس اكزو اكزونيك. نيجي الكلام الخاص بقى، انا عاوز في النهايه ازود الكيميكال ترانسميتر. ايه الترانسميتر اللي بيطلع هنا؟ سيروتونين، دي مهمه جدا في الام اس كيو. ميتابوتروبيك يبقى ماسك في جي بروتين نمره واحد، يعمل سكند ميسنجر سايكليك ام بي نمره اثنين، ينشط بروتين كاينيز ايه نمره ثلاثه، اللي بيعمل فوسفوريشن للبوتاسيوم شانل نمره اربعه يقفلها، قفلها يبقى جوه بوست وبره نيجاتيف، يبقى عمل برولونجيشن للبولاريزيشن واخر الريبولاريزيشن، طول الاكشن بوتنشال، طول فتره فتح الكالسيوم شانل، دخل الكالسيوم عمل ريليس اكتر الكيميكال ترانسميشن وحصل الفاسيليتيشن. اهم حاجه يا اولاد هنا المثال ما بيتكتبش في كتب كثيره، هناخده حالا، اسمه السنسيتايزيشن اوف سينابس. ده مهم لس يعني يثير اثاره السينابس. تعال ناخد الناحيه الثانيه، عاوز اعمل بري سينابتيك انهيبيشن. معلومات العامه، يبقى الثيرد نيرون انهيبيتور نمره واحد، ينتهي عندي ميتابوتروبيك ريسبتور نمره اثنين، نوع السينابس اكزو اكزونيك نمره ثلاثه. معلومات الخاصه بقى، يبقى اول ثلاث معلومات عامه. بدل سيروتونين هنطلع جابا، اظن الجابا ده يا ولاد كنا قلنا انه انهيبيتري، جاما امينو بيتريك اسيد اور اذرز. اشتغل بثلاث طرق الجابا ده، مش هيقفل بقى الكالسيوم شانل، هيفتح الكالسيوم البوتاسيوم شانل فهيزود البوتاسيوم افلاكس، خروج البوتاسيوم، ويفتح الكلورايد شانل فيزود الكلورايد كوندكتنس. بوتاسيوم خرج بره بقى بره بوزيتيف، الكلورايد دخل جوه بقى جوه نيجاتيف، يبقى عمل ديبولاريزيشن. بس هذا الديبولاريزيشن بيعمل ايه يا اولاد؟ بيزود دخول الكالسيوم، بيزود اسف عمل هايبر بولاريزيشن. الهايبر بولاريزيشن قفل الكالسيوم شانل، منع الكالسيوم انفلاكس، فمنع ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. طيب في طريقه ثالثه بيشتغل بيها، ان ممكن الجابا ده من غير كالسيوم خالص خالص، نوت ريليتد تو كالسيوم انفلاكس، يمنع ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. مفيش ريليس لكيميكال ترانسميتر، وقف السينابتيك ترانسميشن، يبقى حصل انهبيشن. بس الشغل على مستوى مين هنا؟ على مستوى البري سينابتيك نيرون، فسموها بري سينابتيك انهبيشن. يبقى تاني يا ولاد، تاني يا ولاد، معلش هيبقى الفيديو طويل شويه، انت بقى قسمه في السمع على اجزاء. ثلاث معلومات عامه بتتكلم على بري سينابتيك انهبيشن. المعلومات العامه ان في البري سينابتيك لازم استعين بثيرد نيرون، عاوز اعمل انهبيشن يبقى انهبيتري، ادي اول معلومه عامه. نوع السينابس اكزو اكزونيك، ثاني معلومه عامه. نوع ريسبتور ميتابوتروبيك، ثالث معلومه عامه. في المعلومات الخاصه طلع جابا اللي هو انهبيتوري كيميكال ترانسميتر، يبقى الانهبيتوري ده بيوبن الكلورايد والبوتاسيوم، دول طريقتين، فيزود الكلورايد كوندكتنس يبقى جوه مور نيجاتيف، ويزود البوتاسيوم افلكس يبقى بره مور بوزيتيف، يبقى عمل هايبر بولاريزيشن. الكالسيوم شانل بتفتح بالدي بولاريزيشن، هنا في هايبر بولاريزيشن، يبقى قفل الكالسيوم شانل، منع الكالسيوم انفلكس، فيش كالسيوم دخل، مش هيحصل ريليس للكيميكال ترانسميشن، يبقى حصل انهبيشن. في طريقه ثالثه بقى، يبقى اول طريقه بالبوتاسيوم، ثاني طريقه بالكلورايد، ثالث طريقه دايركت نوت ريليتد تو كالسيوم انفلكس خالص، وقف ريليس كيميكال ترانسميشن من غير ما ينقص كالسيوم انفلكس، يبقى ثلاث طرق. فحصل انهبيشن. دي احسن مثال ليها هناخده في البين كنترول سيستم. ان البين ده شيء مؤلم جدا، فربنا عشان يخفف عندنا وطئة البين خلى ان البين سينابسز نعمل لها انهبيشن عشان ما نحسش البين،
عن طريق مين؟ البري سينابتيك مش بوست سينابتيك. نيجي لحاجة مهمة جدا يا أولاد، وأنا عارف إن في ناس كتيرة لو ما قلتهاش بقولها للزملاء الأصغر سنة الأوائل. واحد بيسألني بيقول لي هو يعني أنت كلمتنا عن ثلاث أنواع من البوست سينابتيك بوتنشلز، واتكلمتنا عن نوعين في البري سينابتيك، ممكن استيميليت وممكن انهيبيت، وفي البوست ممكن اكسيتاتي ممكن انهيبيتوري ممكن جراند. امتى نستخدم البري سينابتيك وامتى نستخدم البوست سينابتيك؟ لو ما سمعتهاش من عبد الله عمرك ما تفهمها. فركز معايا، سي ان اس يا اولاد هو اعقد الاجهزه في الجسم وعاوز ناس فاهمه قوي عشان تتكلم عنه. يعني هنا ده البوست سينابتيك نيرون واخد 3 بري سينابتيك اهو. امتى نعمل انهيبيشن للبوست سينابتيك؟ ايه الفرق بين ان انا انهيبت البوست سينابتيك او انهيبت البري سينابتيك؟ الرسمه الحقيقه جاوبت السؤال بطريقه رائعه. لو حضرتك عاوز توقف كل السيجنالز اعمل بوست سينابتيك انهيبيشن، هتوقف كل السيجنال هتجيله مش هتمر، يبقى اول. لكن لو حضرتك عاوز تعمل سيلكتيف انهيبيشن او سيلكتيف فاسيليتيشن، لو كنا بنتكلم على الفاسيليتوري لانفورميشن لسيجنال معينه، اشتغل بري سينابتيك. يعني عاوز تبقي الانفورميشن دي عادي، لكن عاوز توقف دي او عاوز تزود دي فتعمل بري سينابتيك. معظم الكتب عندنا مش كبه، متى ليه ربنا عمل بوست وليه ربنا عمل بري؟ وبدون ما تفهم ليه مش هتحب المعلومات. لو انت عاوز توقف كل الانفورميشن او كل السيجنال او تفاسيليتيت كل السيجنالز كله اشتغل على البوست. لو عاوز تأثر على واحدة دون غيرها سيلكتيف على صم اشتغل على البري. يبقى دول مش هتأثر، يبقى انت بتأثر على حاجة سيلكتيف. يبقى ده أصعب سؤال النهاردة اللي هو السينابتيك بوتنشلز، واحد من أصعب المواضيع في السي ان اس. يبقى مرة أخرى هراجع العناوين الأساسية بس يا أولاد. إحنا عندنا بري سينابتيك نيرون وبوست سينابتيك نيرون، فأنواع البوتنشل يا إما بوست سينابتيك بوتنشل يا بري سينابتيك بوتنشلز. هنا كام؟ 3. في البوست سينابتيك ممكن أعمل إكسيتاتوري أو إنهيبيتوري أو محصلة جراند بوست سينابتيك بوتنشل. وقارنا الانهيبيتوري بالاكسيتاتوري في الخمس نقط وقلنا جراند هو محصله. اما البري انت قلت في جمل عامه انك البري بيأثر على البوست. طب مين يأثر على البري؟ لازم سير نيرون. لو عاوز تعمل انهيبيشن يبقى انهيبيتوري، عاوز تعمل اكسيتيشن يبقى اكسيتاتوري. طب نوع السينابس قلنا اكزو اكزونيك. طب نوع الريسبتور ميتابوتروبي. لو طلعت سيروتونين هتعمل فاسيليتيشن، طلعت جابا جابا انهيبيتوري هتعمل انهيبيشن. ازاي؟ ان في النهايه هتطلع كيميكال ترانسميتر اكتر في الفاسيليتيشن، لانك هتعمل دي ديبولاريزيشن بالسيروتونين، وهنا في النهايه هتمنع طلوع الكيميكال ترانسميتر فهتعمل انهيبيشن. والمثال في الانهيبيشن اللي هو الكنترول اوف بين، والمثال هناك السنسيتايزيشن اوف سينابسس. مش عايز اكتر من كده، حضرتك تعيد الفيديو تاني. انا عارف انها بتبقى طويله، لان احنا بناخد 3-4 محاضرات عشان خاطر تتابع القصه. فاضل لي سؤالين اسهل والطف، وانتم عارفينهم يا اولاد الى حد ما. كاركترز ده النقطه السابعه، والفاكتورز افكتنج سينابتيك ترانسميشن. ابتدي بالكاركترز والسينابتيك ترانسميشن. Characters of synaptic transmission. وأول ما أقرب اليوم البارحة. الكاركترز of synaptic transmission 4 منهم 3 أهم. هم خدناهم مع النيورو ماسكولار ترانسميشن في سنة أولى. ما هو عند النيورو ماسكولار ترانسميشن في سينابس. بس بدل ما بين نيورون ونيورون، ما بين نيورون النيرف وما بين مصل. إنما هي هي. فتعالى بقى إيه نشوف الحته دي. فاكر اول 3 هناك كانوا هقولهم لك بنفس السجع اللي سمعته بيه، يوني دايركشنال ديلي فاتيج. كنا قلنا هناك 3 من الـ4 خدناهم قبل كده.
ان الكيميكال سينابسس الكيميكال ترانسميشن بيتميز بانه يوني دايركشن اتجاه واحد في ديلي وفاتيج تعب. يوني دايركشن بيسموها ساعات فورورد دايركشن، وده اول نوع في الام اس كيو. فورورد دايركشن بيحدث من البري سينابتيك نيرون الى البوست سينابتيك نيرون، لان البري هي اللي عندها الكيميكال ترانسميتر والبوست هي اللي عندها الريسبتور. يبقى from pre to، معلش ثبتها كده بعد اذنك، من البري للبوست. خد بالك بقى اول نوع في الام اس كيو يجيبها لك ايه؟ يبتدي الجمله صح فالطالب اللي مش مدقق يحسبها صح وبقيه الجمله غلط. فورورد دايركشن لو قال لك from post to pre غلط، هي لازم تبقى from pre to post. فاول نوع في الام اس كيو يستلزم ان اول الجمله صح واخرها غلط، فانك في كل جمل الام اس كيو في كل جمل الام اس كيو تكمل الجمله الاخر. تاني حاجه سينابتيك ديلي، كنا هناك خدناها نيورو ماسكولار دي، نفس العدد 0.5 ملي سكند، نص ملي سكند، يعني واحد على 2000 من الثانيه، على اساس السكند 1000 ملي سكند، دي نص واحد على 2000. ليه؟ لان قلنا عبال ما الكيميكال ترانسميتر يبقى ريليزد ويعدي الكليفت ويمسك في الريسبتور ويعمل تشينجز ونعمل سميشن، ده بياخد وقت. فالسينابتيك ديلي نص ملي سكند. تاني نوع في الام اس كيو قلته لك السنه اللي فاتت للناس اللي بيحضروا معايا اول مره، ما بيلعبوش في الرقم، بيلعبوا فيما هو حوله. يبقى السينابتيك ديلي قد ايه يا اولاد؟ نص ملي سكند، ده الصح اللي هي اللي فوق. ممكن يجيبها لك بصوره غلط، شوف ما لعبش في الخمسه، الخمسه موجوده اهي، شال بدل 0.5 كتب لك 5 ملي سكند غلط، او كتب لك 0.5 مش ملي سكند، يبقى لعب حواليها، هنا شال الاو بوينت وهنا شال الام. عشان تبقى صح يا اولاد 0.5 ملي سكند خدناه وقلتها سلفت وبقولها تاني. هنزود حته صغيره هنا بقى، حاجه جديده اسمها توتال ريفلكس تايم. يعني ايه توتال ريفلكس تايم؟ اللي هو الزمن بين اعطاء المؤثر الاستيمولس وظهور الاستجابه اللي هي الريسبونس. Time between the application of the stimulus and appearance of response. وده بنضيع وقت في ثلاث حاجات في اي ريفلكس يا اولاد. Conduction في الافرنت، سنترال ديلي اللي هو بيعتمد على عدد السينابس، كل السينابس هتتعطل جواها نص ملي سكند، كل السينابس نص ملي سكند، وكوندكشن تايم في الافرنت. ده سؤال شافوي، ايه هو التوتال ريفلكس تايم؟ قول معايا. تايم بتوين حاجتين، application of a stimulus to receptor و appearance of response in the effector organ. time ما بين stimulus و response، وبيشمل ايه هيسألك؟ تقول له conduction في الافرنت، central delay اللي هو depends على number of synapses، و conduction في الافرنت. ده سؤال شافه. نيجي سؤالين MSQ يجيب لك مسائل، ده تالت نوع في MSQ يجيب لك مسألة يقول لك احسب لي عدد السينابسز لو كان السنترال ديلي، احنا قلنا السينابس بنص، فلو انا عديت في 2 سينابسز نص ونص يبقى 1 ملي سكند. هيجيبها لك بالعكس، يقول لك لو كان السنترال ديلي 1 ملي سكند يبقى في كام سينابس؟ الواحد عباره عن نصين، تقسم السنترال ديلي على نص يطلع 2، يبقى في 2 سينابس. بقولها بطريقه لطيفه يا اولاد وسهله، يعني انت عارف الواحدة بنص، لو انا اتعطلت جوه السنترال نيرفس سيستم 5 ملي سكند يبقى دول يضيعوا في كام سينابس؟ الواحدة بنص. هقول لك بلغة الفلوس مش هتنساه ابدا، 5 جنيهات مصرية تفكها كام؟ نص جنيه، اظن عمرك ما بتغلط فيها. تقسم 5 على نص يبقى 5 على 1 ويطلع الاثنين فوق يبقى 10 تنصاص. فانت السنترال ديلي اللي هيديهولك تقسمه على نص يطلع عدد السينابس، سهل. 5 جنيه بتفكها 10 انصاص، الجنيه تفكه نصين. طيب ممكن صعب لك المساله، يقول لك قول لي عدد الانتر نيورونز. خد بالك لو في سينابس واحده يبقى ما فيش انتر نيورون بين الافرنت والافرنت، انما لو في 1 انتر نيورون اهو يبقى هنا سينابس ما بين الانتر نيورون والافرنت وسينابس ثانيه ما بين الافرنت والانتر نيورون، يبقى في 2 سينابسز يبقى في 1 انتر نيورون.
يبقى خلصنا خد القاعدة ان الانتر نيرونز تقل واحد عن عدد السينابس. لو ما فيش انتر نيرون خالص بيبقى الافرنت التقى بالافرنت 1 سينابس يبقى ما فيش انتر نيرون. انما لو فيه 1 انتر نيرون يبقى هنا سينابس وهنا سينابس يبقى 2 سينابس و1 انتر نيرون. يبقى بعد ما تجيب عدد سينابسز اطرح منها واحد يبقى ده عدد الانتر نيرونز. لو صعب يبقى النمبر اوف انتر نيرونز تملي يساوي عدد السينابسز ماينس 1. مساله طيب نيجي ثالث خاصيه الفتيج. فتيج قلناها السنه اللي فاتت يا اولاد. لو اديت لاي فاكر للنيرف لو اديت له رابيد ريبيتد ستيمولاي بعد شويه ما فيش ترانسميشن ليه؟ خلص الكيميكال ترانسميتر. يبقى الفتيج الكوز بتاعه رابيد ريبيتد ستيميليشن. ما هو كل ستيمولس بيطلع شويه كيميكال ترانسميتر لما تدي رابيد ريبيتد يخلص الكيميكال ترانسميتر. يبقى الكوز رابيد ريبيتد ستيمولاي. طب ايه الميكانيزم؟ هنزود شويه السنه دي. البري سينابتيكو ده السبب الاهم خلص الكيميكال ترانسميتر حصل له اكزوشن. بس في سبب تاني البوست سينابتيك الريسبتور قل الريسبونس بتاعه حصل له ان اكتيفيشن. برضه اقول لك بطريقتي السهله قوي يا اولاد. انا مش انا قلت لكم يا اولاد انه الكيميكال ترانسميتر هو الليجند لوحده ان اكتيف، الريسبتور لوحده ان اكتيف. امتى يبقى اكتيف؟ الريسبتور ليجاند كومبلكس لما الاثنين مع بعض اكتف. فايه اللي خلاه ما اشتغلش؟ يبقى بالعقل في سببين يعني بالفكاكه كده، يا خلص الكيميكال ترانسميتر من البري يا الريسبتور في البوست بقت ان اكتف مفيش ريسبونس. في سبب ثالث ممكن تجيبه، يعني انت الاكتيفيتي سببها كيميكال ترانسميتر ليجاند ماسك في ريسبتور. طب مفيش اكتيفيتي، يا الترانسميتر خلص من البري يا الريسبتور بطل يريسبوند. طب النقطه الامبورتنس، هل الفتيج ظاهرة صحية أم ظاهرة مرضية؟ قلناها قبل كده ولا ظاهرة صحية لأنه بيمنع اوفر اكسايتيشن اوف سنترال نيرفس سيستم. والمثال ابيليبتيك فيت، هديك المثال. لو انا عندي بؤرة صرعية في مخي يبقى تعمل لي كونفالشن، تشنجات من ضمنها هيحصل سبازم في الريسبيراتوري مسل، مش عارف نفس سبازم، ممكن اموت مختنق. ما تخافش، البؤرة الصراعية هتقف بتلقاء نفسها، هتخلص كيميكال ترانسميتر فتقف النوبة، النوبة بتجهد نفسها. فالفتيج هنا عمل ايه؟ خلص الكيميكال، خلصان الكيميكال ترانسميتر هنا عمل ايه؟ وقف النوبة، منع الاوفر اكسايتيشن اوف سي ان اس. شوف الروعة في الخلق. يبقى حتى الظاهرة اللي اسمها فتيج تعب شكلها وحش تبدي انها وراء الخلق خالق. الفتيج بيمنع الاوفر اكسايتيشن اوف سنترال نيرفس سيستم، لان لو استمرت نوبه الصرع وانا الماسل بتاعت الريسبيشن في حاله تشنج هيتوفاني الله. فربنا لرحمته خلص الترانسميتر توقفت النوبه. يبقى اول ثلاثه بس معدلين شويه عن سنه اولى. يوني دايركشنال ديلي فتيج خدناهم، فورورد دايركشن سينابتيك ديلي اند فتيج. فين الخاصيه الرابعه بقى اللي هي السينابتيك بلاستيستي يا أولاد؟ دي عرفوها في سنة 1966، يعني تعتبر جديدة جدا. درسها اتنين اللي هما لومو وبليس. لومو وبليس درسوا الخاصية دي، درسوها في الأرنب في حتة اسمها الهيبوكامبس في المخ بتاع الأرنب اللي هي حصان البحر. شكلها زي حصان البحر حتى يسموها حصين كده. دلوقتي ده ما بيتقالش معظم الجامعات عندكم، عشان كده انا هانهي دي في الاخر، اللي يحب يسمعها يسمعها، اللي ما يحبش السكين اللي هو السينابتيك بلاستيس. سينابتيك بلاستيس كما يوحي الاسم الحاجه البلاستيك قابله للتغير، اهي شايف اقدر اغيرها. يبقى هي ودي من روائع الخلق والخالق الابيليتي تو تشينج السينابتيك ترانسميشن. ممكن اغير السينابتيك ترانسميشن اخليه اقوى او اضعف، يبقى زوده اغير امبليتيود او اغير ديوريشن اطول او اقصر، يعني استرينثن او اعمل ويكنينج، اعمل لينثنينج او شورتنينج. يبقى دي اول نقطه ديبيندينج على ايه؟ شوف العظمه كل حاجه ربنا عملها لصالح البشر ديبيندينج على الديماندز الاحتياج.
وبيزد على past experience خبرة سابقة. يبقى تعريف السينابتك بلاستيستي ثلاث كلمات للأوائل. الابيليتي تو تشينج، قلنا يتقوي يتضعف يتطول يتأثر according to demands حسب احتياجك based on past experience. وطالب قال لي انا متوقع انهم يبقى اربعة انواع، لان يا اما هأثر short term او long term، وكل واحدة يا اما ضعفها يقويها، يا inhibition يا potentiation. يبقى لازم يبقوا في الاساس اربعة انواع، لكن هنشوف هما في نوع خامس زيادة، بس يعني هو في potentiation مرتين في short term، في نوعين من potentiation في short term. انما التفكير العامي ولا هستسمحكم ان انا ارجع الحتة دي الاخر عشان اخلص السؤال الثامن، واللي عاوز يسمعني في synaptic plasticity يبقى يكمل معايا، اللي ما عندوش في الجامعة اتسوكي، بس انا عارف ان هنا بياخدوها. انت تقولها بس كعنوان لما يجي لك كاركترز، تقولها كعنوان synaptic plasticity ثلاث كلمات في الديفينيشن. The ability to change زي البلاستيك، ability to change according to demands based على past experience. انت بتغير المدة يبقى في short term و long term، يتقوي يتضعف يبقى في inhibition و potentiation. السؤال الاخير بقى النقطة الثامنة في السينابس يا ولاد، اللي هو factors affecting synaptic transmission. اللي قبل كده كان اربعة characters، متلخبطش، characters كانوا اربعة unidirectional delay fatigue و synaptic plasticity. نيجي الفاكتورز. فاكتورز هنقسمها الى ثلاث مجموعات. السينابسز بتتأثر بالكمبوزيشن بتاع الانترنال انفايرومنت اللي هي الاكسترا سيلولار فلويد اللي حوالين السينابس. ما هو البيئه الداخليه حوالين السينابس هي الاكسترا سيلولار فلويد، واثنين دراجز، وثلاثه ديزيزز. يبقى ثلاث حاجات، الكمبوزيشن بتاع الانترنال انفايرومنت والدراجز والديزيز. نبتدي الكمبوزيشن. كل حاجه عملتها لك ولا بطريقه تحفظ، في اربع حاجات لو تغيروا في الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو البيئه الداخليه حول السينابس هتاثر في السينابتك ترانسميشن. افتح ودنك. الجميل ان الاربعه بحرف الاتش، شايف انت منور في الصفحه. لو اتغير الهيدروجين اين كونسنتريشن او بطريقه تانية البي اتش، يعني حصل الكالوزيس او اسيدوزيس، خلاص. لو نقص الاكسجين هايبوكسيا، لو نقص الجلوكوز هايبوغلايسيميا الاتش الثالثه، او لو نقص الكالسيوم هايبوكالسيميا. يبقى حلوه، قلت لك بطريقه جميله في الحفظ. الاربع حاجات اللي اتغيروا في الاكسترا فلويد كلهم بحرف الاتش. نيجي اهمهم، تغير الهيدروجين اين اللي هو البي اتش. الالكالوزيس بتزود الترانسميشن فتعمل كونفالشنز. انا هنا عاوز اجاوبك على حاجتين، ازاي والسيجنيفيكانس. احنا هنتميز بان نعرف السيجنيفيكانس. لو انا عندي الكالوزيس، الكالسيوم ما بيدوبش في الوسط الاسيديك، فالكالسيوم هيترسب. طب الكالسيوم ده كان هو اللي بيحرس الفولتج جيتد صوديوم شانل، يعني اللي واقف هناخدها في الاندوكراين بيمنع دخول الصوديوم هو الكالسيوم. الصوديوم بوزيتيفلي تشارجد والكالسيوم عنده اثنين بوزيتيف تشارجز. فانت لو الوسط بقى الكلاين، الكالسيوم مش دايب مش تشارجد، يبقى الصوديوم يدخل كتير فيزود السينابتك ترانسميشن يعمل كونفالشنز. ده الميكانيزم. نتميز احنا بقى بالسيجنيفيكانس. طيب تعال نتفرج. احنا عندنا جسمنا 50% منه عضلات، 40% سكيليتال ماسلز، و10% كاردياك سموث ماسل. لا تنتج غير احماض، يعني هي بتنتج احماض بس، لاكتيك اسيد. يبقى لو انا عندي الكالوزيس، الكالوزيس يبقى المفروض ازود انتاج الاحماض ولا اقللها؟ اللي يعالج الالكالوزيس ان انا انتج احماض زايده. فشوف العظمه الالهيه، ربنا خلى الالكالوزيس، الالكالوزيس يعمل كونفالشنز يزود السينابتك ترانسميشن فيعمل كونفالشنز، فالاحماض تنتج اكثر فتعادل الالكالوزيس. يعني تملي بقولها يا اولاد، اعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. يعني حتى المرض يدل على انه وراء الخلق خالق، واستعجب ان يجب ملحدين بعد كده. اقول لك حاجه جميله بقى، التطبيق الاكلينيكي. عيان عنده
epileptic epilepsy بيجي له نوبات من الكونفالجنز. انت عارف ايه اللي هيزود الكونفالجنز؟ الالكالوزيس. يبقى تقول له عليك ان تتفادى الالكالوزيس. يعني ايه؟ تقول له اوعى تروح مكان تعمل فيه هايبر فنتيليشن، ما تبقاش ستريسد وتروح تحضر ماتش كوره وتنفعل فهتحصل هايبر فنتيليشن فتفقد كربونيك اسيد فيحصل لك انت الكالوزيس يحصل لك كونفالشنز. يبقى اي عيان عنده كونفالشنز عنده تشنجات الالكالوزيس بتزود التشنجات، يبقى يتفادى الهايبر فنتيليشن عشان ما يحصلوش الكالوزيس. شوف الروعه اللي بعدها الاسيدوزيس يا اولاد. لو انا عندي اسيدوزيس ربنا خلى الاسيدوزيس تقلل السيبتيك ترانسميشن ازاي؟ في الوسط الاسيديك كالسيوم بيدوب، يبقى الانايز كالسيوم هيزيد يمنع دخول الصوديوم، يبقى الصوديوم مش هيدخل مش هيحصل ديبولاريزيشن، يبقى يتوقف السينابتيك ترانسميشن فيحصل كوما زي في الدايبيتس ميليتس. وبنفس الوقت لو انا عندي اسيدوزيس حامضيه يبقى المفروض اعمل ايه في انتاج الاحماض؟ واحد اوريدي عنده حامضيه زي الدايبيتس ميليتس المفروض ما ينتجش احماض. طب منا قلنا مين اكتر حاجه بتنتج الاحماض؟ الماسل 50% من الجسم 40% سكيليتال و 10% سموث وكارد بتطلع لاكتيك اسيد. فشوف العظمه اللي هي ربنا خلى الاسيدوزيس تقلل السينابتيك ترانسميشن لدرجه شخص يرقد بلا حراك كوما يتوقف تماما مفكومة مش هينتج اي لاكتيك اسيد يسكر عشان خاطر الاسيدوز ما تزيدش. يبقى مرة اخرى اعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب يأخذ الاجر. شيء رائع لما نفكر فيها بهذه الصورة. يبقى وراء الخلق خالق قوة عاقلة حتى المرض، ان انا جسمي العضلات بتنتج اسيد يبقى في الالكالوزيس عاوزين الاسيد يبقى يحصل كونفالشنز يبقى الالكالوزيس يزود السينابتيك ترانسميشن، في الاسيدوزيس مش عاوز اي اسيد يبقى الاسيدوزيس يوقف العضلات يبقى يوقف السينابتيك ترانسميشن. الميكانيزم سهل جدا بالكالسيوم، في الالكالوزيس كالسيوم ما يدوبش فالصوديوم يدخل اكتر يبقى السينابتيك ترانسميشن يزيد يحصل كونفالشنز، في الاسيدوزيس الكالسيوم بيدوب كويس يبقى يمنع دخول الصوديوم بيبقى ايونايز يمنع دخول الصوديوم يبقى مفيش اي حركه يبقى كوما. شيء رائع. طيب نيجي هايبوكسيا يا ولاد. تفتكر هايبوكسيا لو واحد خنق واحده هيجي له كوما لان البرين بيستخدم اكسجين. خمس ثلاث لخمس ثواني يحصل لك كوما غيبوبه. برونج الهايبوكسيا لو واحد قلبه وقف اثناء جراحه يعني البرين مش رايح له اكسجين لمده طويله يحصل له برين دامج ممكن حتى بعد ما نحاول نشغل قلب تاني العام خلاص بقى برين ديد مخه مات. يبقى 3 ل 5 ثواني تعمل كوما برونجد هايبوكسيا تعمل برين دامج. نيجي هايبوغليسيميا خد معلومه جميله قوي. The only fuel used by the brain is glucose. البرين ما بيستخدمش غير جلوكوز. وعليه تتوقع لما يحصل هايبوغليسيميا نقص في جلوكوز الدم ده يؤدي الى كوما لان الجلوكوز is the only brain fuel. طيب نيجي هايبوكالسيميا خدناها قبل كده يا اولاد كنا قلت مين اهم اين بيأثر في الاكسيتابيلتي بتاعت الجسم؟ الايونايز كالسيوم. لسه قايلنا لو قل الايونايز كالسيوم يبقى الصوديوم يدخل مفيش حرس على بوابات الصوديوم الفولتج جيتد صوديوم شانل مفيش كالسيوم الصوديوم يدخل يعمل ديبولاريزيشن يزود الاكسيتابيلتي. لو الانوايز كالسيوم كتير هيمنع دخول الصوديوم يبقى ما يحصلش ديبولاريزيشن يقلل الاكسيتابيلتي علاقه عكسيه اللي هي الارجوحه دي. يبقى واحد من اهم المعلومات في الطب مين اهم ايون يتحكم في الاكسيتابيلتي؟ ما تقوليش كالسيوم ايونايز كالسيوم لان قلنا في سنه اولى كما قوه شمشون في شعره قوه الكالسيوم في التشارجز. يبقى في علاقه عكسيه بين الايونايز كالسيوم والاكسيتابيلتي. هايبوكالسيميا تزود الاكسيتابيلتي هايبركالسيميا تنقص الاكسيتابيلتي. يبقى كم حاجه مهمه في الانترنال انفايرمنت في الاكسترا سيرف فلويد اللي حوالين السينابس اثرت في الترانسميشن فاكتور اربعه بحرف الاتش هيدروجين اينز او بي اتش هايبوكسيا هايبوغليسيميا اند هايبوكالسيميا. نيجي للدراجز يا اولاد رقم 2 هناخد
دراجز بتزود السينابتيك ترانسميشن، انتوا عارفينها، مش ضروري تحفظ كل الاكزامبل لطالب ذكي. حضرتك اعجبت بالمحاضره عاوز تذاكرها، تقول لهم اعملوا لي فنجان قهوه كافيين وزي الشاي اللي الثيوبرومين والثيوفيلين في الشاي بيزودوا السينابتيك ترانسميشن، عشان كده بيخلوك تصحصح الشاي والقهوه. وقلت ان من احسن مشروب يعني منظمة الصحة العالمية بتنصح به ان الانسان ياخد 2 cups of coffee per day، فنجانين قهوة مش اكتر من كده. ليه بقى؟ لانه بيزود ضربات القلب وفي الاخر بيعمل لك نيروزس، يعني من كتر ما هو بينشط سي ان اس يحصل لك توتر. فنجانين قهوة للناس اللي ما عندهاش مشاكل في القلب، اللي عنده مشكلة في القهوة في القلب ما ياخدش قهوة. وفي ميزة تاني في القهوة في فقر المعامات العامة، انه بيمنع الليفر كانسر. كافيين ده اكتر مشروب بينصح به الاطباء، فنجانين قهوه في اليوم. الشاي مش بطال بس القهوه اهم. طيب نيجي حاجات بقى بالعكس تقلل الترانسميشن. انالجيزيك كلمه من شقين، ان يعني لا او الجيز يعني الم، انالجيزيك يعني لا الم، مسكنات الالم. هيبنوتكس منومات، انستيتيك الثيزيا يعني احساس، انستيزيا تبقى لا احساس اللي هو تخدير. يبقى الجيز يعني الم، ان يعني لا، انالجيزيا توقف الالم، ان الثيزيا توقف الاحساس اللي هو التخدير، هيبنوتيك يعني تنويم. يبقى كل دول هيعملوا ايه عشان خاطر نخدرك او نسكن الالم او ننيمك، نقلل السينابتيك ترانسميشن. بيشتغلوا ازاي دول؟ عن طريق الثنسز، يقللوا الثنسز او الريليس او الابتيك بتاع الكيميكال ترانسميتر، مش ضروري الثلاثه يعني كل ده، وبيوقف حاجة من التلاتة أو التلاتة، الثانسز والريليس والأبتيك أوف كيميكال ترانسميتر. طيب نيجي تالت دراج مهم اسمه ستريكنين، بيجي في الام اس كيو كتير قوي. ستريكنين ده ساعات بياخدوه الناس خطأ في النباتات. ده بص بيعمل ايه الستريكنين ده؟ بيكمبيت مع الانهيبيتوري كيميكال ترانسميتر ات بوست سينابتيك نيورونز، يعني بيوقف الانهيبيشن، بيوقف الانهيبيشن عند البوست سينابتيك. مفيش انهيبيشن، مفيش انهيبيشن، بيوقف الانهيبيشن يبقى يحصل اكسيتيشن كونفالشنز، العضلات تنقبض اقوى وسبازم وديث. برضه احب بفقد المعلومات العامه في الهورس ريسينج، في سباق الاحصنه، حاجه الليجال غير قانونيه، ساعات يحطوا الحصان سنه ستريكنين يوقف الانهيبيشن عند بوست سينابتيك نيورونز، فالعضلات تشتغل اكتر بتاع الحصان فيكسب السبب. عشان كده الحصان اللي بيفوز بياخدوا عينه من البول، اذا لقوا فيها ستريكنين يبقى ده فوز جائر خطا، يتشطر الحصان ده والراجل بتاعه من السبب، لان ده بياخد عقار. يبقى الاستريكنين بيستخدموه في الهورس ريسينج، لكن لو الانسان كله خطا مع النباتات من كتر ما عضلاتها تنقبض هيحصل فيه كونفالشنز وسبازم وديث. بيشتغل ازاي؟ سؤال ام اس كيو. بيكمبيت مع الانهيبيتوري كيميكال ترانسميتر. طب نيجي للديزيزز يا اولاد، كلام مهم قوي لطيف جدا. في نيورو توكسنز، تو نيورو توكسنز عندنا يعني بيبوظوا النيرفز. عارفين التيتانوس توكسنز، ساعات الواحد حتى ما يتعور بيدوا له حقنه تيتانوس. ده جرثومة بتاع اللي بتطلق التيتانس توكسين اسمها كوليستريديوم تيتاناي، هتاخدوها في البكتيريولوجي، بتنتج توكسين اسمه تيتانس توكسينز. الاول اقول لكم معلومات عامه لطيفه عنه. التيتانس توكسين ده موجود، افتح ودانك، في روث البهائم بس، يعني في البراز بتاع البهائم. يبقى لما حضرتك تتعور في البيت مفيش داعي تاخد حقن التيتانس، لان مفيش بهائم مفروض يعني باذن الله في المنزل، ليه تاخد؟ لما تتعور في الشارع ممكن يبقى فيه بهيمه مشيت وفي بقايا راس، تاخد حقن التيتانس. طيب بيشتغل ازاي التيتانس ده؟ بيمنع الريليس بتاع الانهيبيتوري كيميكال ترانسميتر اللي هو الجابا والجلايسين، فاكرهم؟ خلوهم ما يطلعوش، مفيش انهيبيشن يبقى العضلات تشتغل اكتر لدرجه تتشل من كتر الشغل، يسموها دي اهم كلمه في الام اس كيو، سباستيك باراليسيس، يعني من كتر ما مفيش انيبيشن من العضلات بقت في حاله سباز حصلها باراليس. تشخصها ازاي؟ اللي عنده هذا النوع
بيبقى عنده lock jaw يعني مش قادر يفتح فمه، بيسموه حتى بيتر سمايل، يبقى العين عامل كده الابتسامة المرة. وارشد باك لما ينام على السرير تقدر تدخل ايدك تحتيه وهو نام على السرير، ارشد باك ولوك لوك يعني مقفول جو بيتر سمايل. العلاج ما فيش علاج ولا حاجه، لازم انت لما تتعور قبل ما يحصل لك الكلام ده تاخد حقن التيتانوس، ده بريفنشن مش علاج لك، لو حصلت لك خلاص بريفنشن. بندي تيتاني توكسويد فاكسين، لما تتعور نديك فاكسين يقيق، يبقى ده بريفنشن. طيب في بوتيوليزم توكسينز، ده برضو نيورو توكسين بيطلع برضو من جرثومه اسمها كوليستريديم، بس نوع تاني بيطلع بوتيوليزم توكسين، ده موجود فين برضو فخر المعاك العام. في الكان فود اللي هي الاغذيه اللي هي محفوظه في صفائح لو تلوثت بهذه الجرثومه، ده بيبلوك مش بقى الريليس بتاع الانهيبيتوري، بيبلوك الريليس بتاع الاسيتايل كولين اللي هو اساسا اكسيتاتوري على الماسلز. فما توقف الاكسيتاتوري العضلات ما تشتغلش، يحصل باراليس، بس عضلات مرتخيه مش متشنجه، يبقى فلاسيد باراليس. هناك كان سباستيك باراليسز لانك وقفت الانهيبيتوري فحصل سباسم، هنا وقفت الاسيتايل كولين اللي بيكونتراكت الماسل فحصل فلاسيد باراليس. فيحصل دروبينج اوف ابر ايليد اللي هو توزيس، لو عاوزها كلها بحرف الدي، دروبينج اوف ابر ايليد. ديبلوبيا يعني تشوف الحاجه دبل فيجن، ما هو عينيك تبقى حاوله كده تشوف الحاجه اتنين. ديس ارثيا مش عارف تتكلم، ارتكيوليشن يعني كلام، ديس ارثيا صعوبه الكلام. ديسفيجيا صعوبه البلع، وخمسة لعشرة مئة من الناس بيموتوا. هنا في علاج بقى، حتى لو حصلت لك عندنا علاج، نديك الانتي توكسين. هناك كان بريفنشن، لازم قبل ما تحصل نديك الفاكسين، انما هنا بندي الانتي توكسين وهي فيتال في 15%. بنسمع يا اولاد ان البوتوكس ده ليس ثيرابيوتيك يوزس، يعني لو استخدمنا جرعات صغيره من هذا البوتوليزم توكسينز يسموه بوتوكس، الستات يحقنوه في عضلات الفيس، فيس ماسلز عشان تريلاكس، جرعه صغيره كده ما تعملش تسمم، تشيل فقط عضلات الايه الفيس الوجه، فتمنع الرينكلز التجاعيد، فتبدو الست اكثر نضاره واكثر شبابا. او لو شخص عنده سبازم في الاسوفيجيال سفنكتر مش عارف يبلع، سموها اكاليزيا اسوفيجيال سفنكتر، نحقن له جرعه صغيره من البوتوليزم توكسين تشيل عضله الاسوفيجس، فالاكل اللي بينزل يدخل المعده كويس. يبقى ده السؤال الثامن والاخير اللي هو فاكتورز افكتنج سينابتيك ترانسميشن. يبقى مش عايدهم غير العناوين، يبقى نتكلم كومبوزيشن ودراجز وديزيزز. كومبوزيشن خدنا اربع حاجات بحرف الاتش خلاص، الدراجز خدنا ثلاثه، الديزيز اثنين، يبقى حتى حلوه في الحفظ يا اولاد، اديني بقى ليه عدتها عشان تعرف تحفظها. الاكسترا سيلولار فلويد هيتغير فيه اربعه كلهم بحرف الاتش، الهيدروجين اينز هايبوكسيا هايبوغلايسيميا هايبوكالسيميا، يبقى الاربعه بالاتش ده اللي هم الانترنال انفايرمنت. ثلاث مجموعات من الدراجز، دراجز تنشطك اهمهم الكافيينز، دراج تخليك تنام خالص هيبنوتيك او تتخدر انستيتكس او انرجيزيك، اتكلمنا على الاستريكنين اللي هو بتاع سباق الاحصنه. وتو ديزيزز تو نيورو توكسينز، تيتانس توكسينز اللي هو بيمنع الانهيبيشن فيعمل سبازم في المصل سباستيك باراليس، بينما البوتوليزم بيمنع الاستايل كولين اللي هو بيشغل عضلات السكيتر مصل فيحصل فلاسيد باراليس، وده ليه بريفنشن انما ده ليه علاج. وقلنا استخدامه البوتوكس الستات في الوجه وفي اللي عندهم باراليسيس في الاسوفجيال سفنكتر. طيب كده انا عارف ان معظم الجامعات خلصت، انما انا هقولها لاني عاوز اخلص سينابس سينابتك بلاستيستي اللي يحب يتابعها معانا، واحد من الطف الاشياء، هقولها في عجاله كده للناس بتوع كندا وبتوع اليو اس وبعض الجامعات اللي بتاخدها عندنا العربيه. قلت يا اولاد السينابتك بلاستيستي اللي هي الكاركتر الرابعه، كنا قلنا يوني دايركشنال ديلي فاتيج، واخر حاجه كانت سينابتك بلاستيستي. قلت الاول
synaptic plasticity في الديفينيشن ثلاث كلمات الاول انه هي الابيليتي تو تشينج قلت بلاستيك تشينج synaptic ترانسميشن حسب احتياجي according to demands based على past experience على خبره مسبقه وقلت ان انا اتوقع انا بتشينج ايه المده ففي عندي شورت تيرم وفي عندي لونج تيرم ممكن اقصر مده وممكن اطول مده وكل ينقسم مفروض الى نوعين يزود الامبليتيود بتاع السينابتيك ترانسميشن يا اما قلله يبقى مفروض تيبيكالي عندي اربع حاجات بس نشوف في واحده زياده ومع شقت مثل عشق النظام في كل نوع من الاربعه الاساسيين بس هم خمسه هنتكلم على اربع نقاط انتهى النظام هتشوف دلوقتي هو. هتكلم ايه نوع الاستيمولس اللي بيحصل اللي في البري سينابتيك وايه الريسبونس اللي حصل في البوست سينابتيك نيرون وبعدين النقطه الثالثه الايونيك بيزس والنقطه الرابعه الامبورتنس فاقولهم في عجاله ابتدي بالشورت تيرم وقلت دي من اهم الخصائص في 1966 لسه عارفينها حاجات يعني سبحان الله في خلقه اول حاجه هناخد شورت تيرم انهيبيشن سموها هابيتويشن تعود انا هبتدي بالامبورتنس اللي هي النقطه الاخيره عشان خاطر تحب الموضوع اللي هو نحن نتعود على الضوضاء يعني نروح لواحد صديقي ساكن جنب محطة قطر هو راسب لك قطر فقول له انت ازاي بتنام يقول لي انت لو قعدت معانا شوف هو بيتكلم فيسيولوجي هيحصل لك هابيتويشن تعود هتنام عادي خالص مع اصوات القطارات ودي من رائع الخلق ان ربنا انسان يعني جبر على انه يقعد في حته فيها ضوضاء ومع ذلك بيتعود عليها التعود تعال نشوف حب النظام جدا يبقى كل نوع هتكلم عليه في اربع نقاط ايه الاستيمولس هنا اللي جه للبري الضوضاء اللي هي عباره عن ايه الضوضاء دي حاجه متكرره ريبيتد بيناين ستيمولاي او نيوترال يعني 100% الضوضاء دي ما بتعورنيش لازم تبقى بيناين حاجه مش خبيثه حاجه حميده بيناين ومتكرره يبقى الاستيمولس بيناين اور نيوترال نيوترال يعني متعادل ومتكرر طب ايه الريسبونس ان انا ما بقتش استجيب للضوضاء بنام زي الفل ان البوست سينابتيك نيرون حصل فيها جراديوال لوس اوف ريسبونس طب ايه الايونيك بيز انت متوقعها بطل ليه يشتغل البوست سينابتيك نيرون لانه ما بيطلعش كيميكال ترانسميتر حصل ان اكتيفيشن للكالسيوم شانلز الكالسيوم شانل اللي بتدخل كالسيوم وتطلع كيميكال ترانسميتر بيحصل لها ان اكتيفيشن فقل الكالسيوم اللي بيدخل في البري سينابتيك نيرون فقل الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر والنقطه الرابعه الامبورتنس نويزز شفت النظام جميل ازاي ان مش نقعد نقول فقرات والطالب مش قادر يتابع يبقى الاستيمولس ضوضاء متكرر ريبيتد لكنه غير مؤذي بيناين اور نيوترال طب الريسبونس اتعودت عليه البوست سينابتيك نيرون حصل جراديوال لوس في الريسبونس بسبب ان الكالسيوم شانل حصل لها ان اكتيفيشن للاونيك بيس مفيش كالسيوم بيدخل مش كيميكال ترانسميتر بتطلع والامبورتنس الضوضاء طيب نيجي النوع الثاني بقى بوست تيتانيك بوتنشيشن دي برضو نوع من انواع الشورت تيرم قال لك لما لو اديت ايه الاستيمولس لو اديت للبري سينابتيك نيرون رابيد ريبيتد تيتانايزنج ستيمولاي بريف يعني قصير تيتانايزنج يعني متكرر هنا لازم اشرح لك حته عشان تفهم تعبير تيتانايزنج هنا تعبير مجازي يعني لو انا كنت اديت هذا الاستيمولس لعضله وانا ما فيش عضله هنا خالص كان هيحصل لها تيتاني استيمولس معدله يعمل في العضلات تيتاني فعشان كده سموه تيتانايزنج ستيمولاي انما هنا لا يوجد على الاطلاق في الرسمه اي عضله ده بيقول لك معدل يعمل تيتاني في العضلات ده معنى تيتانايزنج ستيمولاي لمده قصيره بريف تيتانايزنج ستيمولاي ثم توقف ثاني ستوبج طب وقف المفروض البوست سينابتيك نيرون تقف لا البوست سينابتيك نيرون هو توقف الاستيمولس بس الريسبونس لم يتوقف الريسبونس في البوست سينابتيك كونتينيوس تو ديسشارج لفيو سكندز اور مينتس افتر ستوبج اوف ذا تيتانايزنج ستيمولاي يعني اديت تيتانايزنج ستيمولاي لل بري وقفت البوست
continues to discharge لمدة seconds or minutes after. طب ايه الفكرة؟ ليه؟ يعني انت متوقع يبقى 100% ترانسميتر بيطلع، لانه انت كل ما بتدي ستيمولس بيدخل كالسيوم، بتدي ستيمولس يدخل كالسيوم، الكالسيوم ما بيلحقش يطلع، الكالسيوم بامب ويك، فالكالسيوم اللي بيدخل مع التيترايزنج ستيمولاي ما بيطلعش بنفس المعدل، فبيتجمع جوه البري سينابتيك نوب، فيعمل مور ريليس، مور ريليس للكيميكال ترانسميتر. هناك كان الريليس قال اهو، هنا مور ريليس، ده الاونيك بيزيس. طب ايه المثال بقى؟ الاميديت ميموري، الذاكره اللحظيه. لما اجي للسيكولوجي واجي الحصه في CNS اقول ان الذاكره ثلاث انواع يا بنات، في اميديت وفي شورت تيرم ميموري وفي لونج تيرم ميموري. هندرس اثنين منهم دلوقتي، لونج تيرم ندرسها في الاخر. ده الميكانيزم بتاع الاميديت ميموري. انا عشان تحب الموضوع، لن تقوم قائمه للحياه بدون الاميديت ميموري. ما اقدرش اعمل اي حاجه في الدنيا لو ما عنديش اميديت ميموري، اللي هي بتحصل بالبوست تانيك فاسيليتيشن. وهدي مثالين، مساله وجمله، عشان تفهم يعني ايه اميديت ميموري. دلوقتي انا هقول لك 2 زائد 3 تساوي، انت حلتها 5. خد بالك، تخيل الاثنين ده ستيمولس 2 وبيقعد مده، لانه طبعا انا بقول 2، احنا الاستيمولس عندنا ربنا حسابه بالملي سكند. انا لما بقول 2 خد ثانيتين مثلا، يعني 4 يعني 2000 ملي سكند، يعني 2، فانت ابقتها مع انها الاستيمولس خلص، زائد ابقتها 3 ابقتها تساوي ابقتها. لو ما ابقتش الاثنين وزائد وثلاثة وتساوي، مش هتقول النتيجة 5. تخيل انا قلت 2 خلاص، انا وقفت على 2 وتنسيت ايه الرقم الاولاني، ونسيت ان انا قلت زائد، ونسيت ان انا قلت 3، ونسيت ان انا قلت يساوي. مش ممكن نعيش من غير immediate memory، من غير post tonic potentiation. تعالى في الجمل وانا بدي مثال سهل. يأكل هاني الطعام، فعل وفاعل وايه ومفعول به. فعشان تفهم الجمله انا قلت ياكل، خدت ثانيتين، هاني وسكت، بس انت ابقتها في ميموري الطعام، فبقت الجمله في ذهنك ياكل هاني الطعام. يبقى الاميديت ميموري قائمه على ان الاستيمولس الاولاني اللي بتاخده بيقعد متاثر بيه البوست سينابتيك لفتره برغم انقضائه. انا اديت الاستيمولس هاني وسكت، بريف تيترايزنج، لكن البوست سينابتيك كونتينيو تو ديسشارج، عندها المعلومه لسه، بحيث بتجمع دي على دي على دي تفهم الجمله. شيء رائع. تخيل لو الاستيمولس توقف في البري، الريسبونس توقف في البوست سينابتيك، يا نهار اسود. وطبعا الموضوع اعقد من ذلك، انا قلتها في جمله بسيطه، انت بتقرا الجورنال، بتقرا فقره بقى، ولازم تبقى عشان تطلع بمضمون الفقره. الاميديت ميموري دي لازمه للحياه. طيب نيجي النوع الثالث في الشورت تيرم والاخير، سنسيتايزيشن. فاكر اللي خدناها مع البري سينابتيك فاسيليتيشن، سنسيتايزيشن برضه هقول مثال هنا من الاول وبرسمه لك رسومات لطيفه قوي. عندنا مثال يقول لك اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. يعني انت ابقيت شورت تيرم ميموري بقى هنا، مش ايميديت، انك انت اول امبارح اتلسعت من الشوربه، فبقيت لك بقيت يومين ثلاثه كل ما تقبل على سائل تشربه تبقى خايف لا يكون سخن لا يتلسع، يبقى دي شورت تيرم ميموري. انت فاهم بنتكلم ازاي يا ولاد؟ ما عشقت مثل عشق النظام. الاستيمولس للبري، الريسبونس في البوست، الايونيك بيزس نمره 3، والاكزامبل نمره 4. ما بغيرش ما عشقت مثل عشق النظام. ايه الاستيمولس هنا؟ شوربه. حتى شوف الامثله بتخلي السي ان اس لطيف وسهل. هو بس اللي مصعب المحاضره ان انا في المراجعه يا ولاد لازم اخد محاضرات كتيره، لان ده كراش كورس. الشوربه دي حاجة بناين، جميلة الشوربة، جميلة بناين، حميدة، حلوة، مين ما يحب الشوربة؟
طب وإيه اللي وحش؟ إنها سخنة، نوكس يعني مؤلم. يبقى الاستيمولس تزامل فيه شيئان، إن هو بيناين شوربة وإنها سخنة نوكس، يبقى تزامل استيمولس بيناين ألا وهو الشوربة مع استيمولس سيء اللي هي السخونة بتاعت الشوربة. فحصل إيه بقى؟ إن أنا البوست سيدابتك بعد ما اتلسعت مرة قعدت بقى البوست سيدابتك في حالة تحفز prolonged augmented response، يعني الاستجابة بتاعته طويلة لمدة أيام أو ساعات، بعدها أي مشروب داخل عليه خايف أشربه prolonged augmented يعني مزاد response. طب إيه التفسير الأونيك بيزيس؟ pre-synaptic facilitation، نرجع لها. فاكر السيروتونين شغل الجي بروتين، طلع سايكل ام بي سكند ماسنجر يشغل كاينيز انزيم بروتين كاينيز ايه، يعمل فوسفوريشن بوتاسيوم شانل يقفلها يؤدي الى ديبولاريزيشن، يدخل الكالسيوم يطلع مور كيميكال ترانسميت. اهي بري سينابتيك فاسيليتيشن هي اللي بتعمل سينثيزيشن. المهم فين بقى؟ في الشورت تيرم ميموري. يبقى ليه هنا خدنا في الشورت تيرم ميموري مثالين للزياده؟ مثال للاميديت ميموري اللي هو البوست تانيك potentiation، ومثال للشورت تيرم ميموري اللي هو sensitization، بقت عندي حساسيه sensitization للحاجه السخنه. طب نيجي بقى اخر حاجه لونج تيرم ميموري ونقفل بكده، حضره معتبره اهي. لونج تيرم لونج تيرم يبقى لو ما فهمتهاش مع عبد الله عمرك ما تفهم. Long term potentiation و long term depression، يبقى الاثنين long term، potentiation عن تقوية و depression يعني inhibition. قلت أول دراسة عملها لومو وبليس في 1966 عملوها على long term potentiation ده، والدراسة كانت في أرنب في الهيبوكامبس. هيبوكامبس اللي هي معناها حصان البحر، حاجة زي شكل حصان البحر الصغير ده اللي هو حتى يسموه حصين. هنا بقى اللونج تيرم بوتنشيشن يعني البوتنشيشن ممكن يقعد minutes hours days or even more سنين. ليه؟ عشان ما تعقدش من الرسمة دي انا هلخصها لك الاول عشان تدخل عليها وانت يعني مرتاح نفسيا. في تقوية افقية يعني تو ريسبتور على البوست سينابتيك بيقووا بعض، بوست فيدباك ده يقوي ده وده يقوي ده، الامبا يقوي النمده والنمده يقوي الامبا. ولاول مره اشوف اعجاز الهي ان البوست سينابتيك يقوي البري والبري يقوي البوست، يعني البري طلع جلوتاميت اللي هو اكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر، قلنا جلوتاميت والاسبارتيت هنا في جلوتاميت. فاسمع انت خد بالك فتح ودانك، لاول مره ناخد ان البوست بيطلع ترانسميتر، احنا عارفين ترانسميتر بتطلع من بري، يطلع ترانسميتر اسمه ناتريك اوكسايد، حتى هنا في عجوبه تانية انه غاز، يعني هل في كيميكال ترانسميتر غاز في الجسم؟ اه بتاع اللونج تيرم بوتنشيشن ناتريك اوكسايد، والعجوبه التانية انه طالع من البوست يطلع مور جلوتاميت. فانا بلخصها لك الاول عشان ما تتخضش، ان هناك تقويه افقيه وتقويه راسيه. الامبا ينشط النمده والنمده ينشط الامبا ريسبتور، شاطوا بعض، بوست فيدباك مشغال، وتقويه راسيه الجلوتاميت بتاع البري يطلع نيتريك اوكسايد من البوست، يطلع مور جلوتاميت من البري يطلع مور نيتريك اوكسايد من البوست، تقويه راسيه. عشان كده بتنتهي بلونج تير بوتنشيشن. الاول الامبا والنمده دول يا اولاد دول ايونوتروبيك ريسبتورز، الاختصار ما عليكش، انما يعني اذا حبيت اقوله لك ارجع المحاضرات الاساسيه، لكن انا اقوله لك. الامبا ده اختصار ادينوزين مونو فوسفات ادينيليت، انما انت عارفه امبا. والنمده ده اختصار ان ميثايل داي اسبارتيت نمده. طب واحد يقول لي حفظها لنا بطريقه حلوه كده فكاهيه عشان نفتكرها، انا بقول واحد نام واحد قام يعني بطريقه فيها مزاح، نمده وامبا، بس بدل ام ده تقول امبا، نمده وامبا، يبقى حلوه كده، يبقى نمده نمده وامبا، نمده وامبا عشان تفتكرها. طيب
دول ايونوتروبيك ريسبتور بيشتغلوا باكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر اللي هو قلنا جلوتاميت. يبقى هيدخلوا يا صوديوم يا كالسيوم. الامبا بيدخل صوديوم والنمده بيدخل كالسيوم. هنا الطالب يقول لي ممكن الخبطه، اقول له لا انا كل حاجه واخد بالي منها، الطلبه في حته معقده جدا. فبقول له بص الان مش مع الان، النمده بيدخل كالسيوم، الامبا هو اللي بيدخل صوديوم. طريقه تانية لطيفه، انت في الحروف الابجديه يا اولاد بتبتدي بمين؟ حرف الاي يسبق الان، فابتدي بالامبا. طب مين الاسرع؟ الصوديوم. يبقى الامبا قبل النمده والاسرع الصوديوم قبل الكالسيوم. فالامبا يدخل صوديوم، شوف بقى ايه اللي هيحصل. فلما الامبا يدخل صوديوم يحصل ديبولاريزيشن. خلاص طيب تعال نشوف بقى ديبولاريزيشن ده يعمل ايه لما يدخل. احنا بدانا بال، قلنا بالامبا دخل صوديوم عمل ديبولاريزيشن، شال المغنيسيوم انهيبيشن من على النمده. المغنيسيوم كان مانع الكالسيوم انه يدخل لان هما الاثنين بوزيتيف، فهو بلوك المغنيسيوم انهيبيشن، فالنمده دخل كالسيوم. طب شوف بقى الكالسيوم لما دخل، هتحضرها في محاضره الاندوكراين. الكالسيوم مش ناشط، عشان يتنشط يتحد مع بروتين يموديليت الكالسيوم، فاسمه كالسيوم موديليتنج بروتين، او اسمه كال موديولين. اي ان يعني بروتين بيموديليت الكالسيوم، يتحد الكالسيوم مع الكال موديولين يدوا مركب اسمه كالموديولين ينشط كاينيز 2 ريسبتور. وانت حافظ بقى كاينيز 2 ده بيعمل ايه؟ كاينيز يعني يحرك فوسفيت جروب، فيفوسفوريليت الامبا ريسبتور ينشطه بالفوسفوريليشن. ده مش بس بينشط الاكتيفيتي وبيزود الكوانتيتي كمان، مش بس الكواليتي انه يبقى اكثر نشاطا، والكوانتيتي يحرك مور امبا تو ذا ريسبتور سايت. يبقى الامبا نشط النمده والنمده نشط الامبا. طب ازاي؟ نقولها تاني. هتبتدي بمين الاول؟ امبا ونمده، دول الاثنين سؤال ام اس كيو، الاثنين ايونوتروبيك ريسبتورز يعني بيحركوا ايونز. طيب هتبتدي مين اسرع؟ الصوديوم. وتبتدي بحرف الايه؟ الامبا يدخل صوديوم. ستيب 1 يلا احفظ معايا بقى اقولها لك بطريقه سهله. الامبا دخل الصوديوم يبقى عمل ديبولاريزيشن. تمام؟ هذا الديبولاريزيشن، ثواني يا ولاد، سوري فور ذات. نكمل يا اولاد، خلاص قربنا نخلص. يبقى تاني، يبقى اول حاجه انه في اللونج تيرم بوتنشيشن عندي الترانسميتر جلوتاميت ده اكسيتاتوري. طب الريسبتور عندي تو ريسبتور ايونوتروبيك ريسبتورز يعني سرعة جدا بيشتغلوا. الامبا الاولاني بيشتغل بالاول هو الصوديوم الاسرع، والنمده يشتغل بالكالسيوم. امبا ونمده، النمده دخل الصوديوم خطوه اولى، عمل ديبولاريزيشن خطوه ثانيه، شال المغنيسيوم انهيبيشن من النمده خطوه ثالثه، فدخل الكالسيوم خطوه رابعه. يبقى الامبا نشط النمده لانه شال المغنيسيوم انهيبيشن. طب ازاي الكالسيوم هينشط الامبا؟ قلنا الكالسيوم لوحده ما ينفعش، هيتحد مع كالمودولين يدي كالسيوم كالمودولين كومبلكس، يشغل كاينيز انزيم، يعمل فوسفوريليشن للامبا، يبقى نشطه ككواليتي، وفي نفس الوقت يزود عدد الامبا ريسبتورز عند البوست سينابتيك سيرفس هنا عند الثيكني. يبقى شوف بوست فيدباك، يبقى الامبا بينشط النمده بانه يشيل المغنيسيوم انهيبيشن، والنمده دخل كالسيوم مع الكالسيوم كلين مع كاينيز يحط له فوسفيت جروب ينشطه ويزود عدد الامبا ريسبتور. ده زائد ايه يا اولاد؟ زائد ان الجلوتاميت بيطلع ناتريك اوكسايد من البوست
والنات القصيد يطلع جلوتاميت أكتر، يعني التنشيط أفقيا ورأسيا. بدون هذه الطريقة عمرك ما تحفظ واحد من أصعب المواضيع، إن التنشيط الأفقي الأنبا بينشط النمدة والنمدة نشط الأنبا. قلنا الأنبا بينشط النمدة عن طريق إن الصوت بيعمل ديبولاريزيشن يشيل ماجنيسيوم إنهيبيشن. طب والكالسيوم بتاع النمدة بينشط الأنبا عن طريق إنه يتحد مع الكالمدرين ينشط كالنيز إنزيم يعمله فوسفوريشن ويزود عدده. ده التنشيط الأفقي. ثم تنشيط الرأسي جلوتاميت اللي هو إكسيتات وترانسميتر يطلع مور نيتريك أوكسايد، والنيتريك أوكسايد يطلع مور جلوتاميت. تنشيط أفقي ورأسي ما بين الأنبا والنمدة أفقي، ما بين الجلوتاميت والنيتريك أوكسايد رأسي، بيخلي الموضوع يصل لمدة طويلة جدا. ثم آخر حاجة بقى، طب اللونج تيرم ديبريشن، قال لك نفس الميكانيزم ده بالظبط، بس الريموفال أوف ماجنيسيوم بلوك واز انسفيشنت. نفس الميكانيزم بس ما قدرناش نشيل المغنيسيوم انهيبيشن. ليه؟ لان الديبولاريزيشن اللي حصل هنا كان بلو ثريشولد، بلو 20 ملي اكويفالنت، يعني ملي فولت، بلو 20 ملي فولت لن يستطيع عمل بارشال ريموفال للمغنيسيوم، فوقفت العمليه. يبقى اللونج تيرم ديبريشن هو نفس الميكانيزم بتاع اللونج تيرم بوتنشيشن بس ويز ليس ديبولاريزيشن، ادى الى less removal of magnesium block، ويحدث عند الهيبوكامبس. في سؤال بقى في الام اس كيو مهم جدا، انه important note، خدنا في short term post tetanic potentiation ده الكالسيوم بيزيد في البريسينابتيك نيرون هناك، يبقى ارجع، بينما في long term potentiation الكالسيوم بيزيد في البوستسينابتيك نيرون. ده واحد من اصعب الاسئله، ان في اتنين بوتنشيشن بوست تانيك اللي هو خدناها في الميديات ميموري، كان الكالسيوم بيزيد في البري سينابتيك، اللونج تيرم بوتنشيشن الكالسيوم بيزيد في البوست سينابتيك. ده يا اولاد كده اللي هو السينابتيك بلاستيستي، هقولها تاني في عجاله العناوين الاساسيه نبقى عارفينها. بلاستيستي معناها ان من عجائب الخلق والخالق ان السينابس يقدر يغير تشينج ان سينابتيك ترانسميشن حسب الديماندز الاحتياج according to past experience. الشينج ده ممكن يبقى هنقصر short term او نطول long term، وايهما ينقسم الى potentiation او inhibition. وان كان في short term خدنا حاجتين، مرة sensitization اللي هو potentiation، ومرة خدنا post-tetanic potentiation. خلاص هتتكلم في كل واحد على كم نقطة اساسية في الشورت، على اربعة. هتتكلم على الستيمولس للبريسينابتيك نيرون، الريسبونس في البوستسينابتيك نيرون، ثلاثة الايونيك بيزيس، واربعة الامبورتنس. اما اللونج تيرم بوتنشيشن بريشر واحد من اصعب المواضيع يا اولاد، فكان التنشيط قلت افقي ما بين الامبا والنمدا، وابتدي بالايه، الامبا يدخل صوديوم، الصوديوم اسرع فيدخل تخلي الامدا يعمل ديبولاريزيشن يشيل ماجنيسيوم انهيبيشن من على النمدا، فيدخل الكالسيوم على الكالسيوم كالمودولين يشغل الكينيز يعمل فوسفوريليشن للامبا، ده ينشط ده وده ينشط ده، حاجة أفقية. ثم تنشيط رأسي أول مرة نشوف البوستسينابتيك بيطلع ليه، بيطلع ترانسميتر نيتريك أوكسايد حتى غاز تاني عجوبة، يبقى الجلوتاميت اللي هو أكسيتاتو كيميكال ترانسميتر يشغل ال طلع نيتريك أوكسايد، والنيتريك أوكسايد طلع مور جلوتاميت. ولا تنسى أن نوع الريسبتور دي كانوا أيونوتروبيك، يعني هم ريسبتور وفيهم تشانل يسموهم تشانل لينكد ريسبتور، أهي لو بصيت عليه تشانل اهي ولينكد ريسبتور. حتى انا ارسم لك الجلوتاميت بحيث شكله ممكن يتحد مع الانبا، والجلوتاميت ممكن يتحد مع النمدة، يعني هنا مثلث يتحد مع النمدة وهنا مربع يتحد مع الانبا. فهم ده واحد من اصعب المواضيع. انا اطلت عليك وانا عارف، بس دي هتبقى اطول محاضره. سي ان اس يا اولاد ده اعقد الاجهزه، يعني اي دونت هاف تو سي، ده انت عارف ان السنترال نيرفس سيستم ده اولا هو الاساس لامراض العصبية والنفسية، وهو الأساس للناس اللي هتشتغل جراحة مخ وأعصاب. وبقول يوجد قليلون فاهمين تماما الـ CNS، ولكن هؤلاء القليلون اللي فاهمين الـ CNS فاهمين أكثر أننا لم ندرك منه إلا النذر القليل، لأننا لم نؤتى من العلم إلا قليلا. مهما تصور الناس اللي هم بقول عددهم قليل اللي فاهمين كويس قوي الـ CNS، هم أكثر الناس والعبد منهم إدراكاً أننا لا ندرك شيء، لأن لم نؤتى من العلم. إحنا لسه على شاطئ السينس
برغم كل المعلومات المفزعة دي اللي بناخدها. والغريب ان الأغلبية بيتصور لهم عارفين كلمتين على القد، بيتصور ان هم خلاص كده يعني أباطرة في السنتر نيرفس سيستم. نحن في كل الأجهزة وخاصة في السنتر أننا لا ندرك، ندرك القليل جدا. أشكركم على حسن إنصاتكم وعلى وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم في واحد من أطول وأصعب المحاضرات أنا عارف، لكن هي دي كانت أول واحدة، مش هتبقى بالطول ده، بقيت كراش كورس إن عاوز أخد السنتر نيرفس سيستم في عدد محدود من المحاضرات. وحتى ألقاكم أتمنى لكم التوفيق، ونلتقي بإذن الله الأسبوع القادم إذا كان بإذن الله في العمر والصحة بقية. شكرا، سلام.